كان هذا تقديم المباراة اليوم من إنجاز زميلي صالح الهداوي. نواصلوا في استعراض تاريخ الديربي في أرقام من أعداد زميلنا عماد الكيلاني. قلنا هذه المواجهة اليوم رقم 117 عدد المواجهات السابقة، 116 عدد انتصارات الترجي الرياضي التونسي، 45 انتصار، عدد انتصارات النادي الإفريقي 26، عدد التعادلات 45، وعدد الأهداف المسجلة 244، كان نصيب الترجي الرياضي منها 139 هدف، وأهداف النادي الإفريقي 105 أهداف. أكثر لاعب مشاركة في الدربيات هو طارق ذياب 29 مباراة، أفضل هدف في الدربي حسن بعيو 9 أهداف، وأول دربي كان في 13 نوفمبر 1955 في ملعب الشادي زويتين، فاز به النادي الإفريقي وقتها هدفين مقابل صفر. أهداف المرحوم منير القبيلي، المدير القبائلي اللي تسميت باسمه حديقة النادي الرياضي النادي الإفريقي، ورضا المدب كان سجل الهدف الثاني للنادي الإفريقي. كان هذا حديث الأرقام، حديث التاريخ. نجيو توا لحديث الحاضر ومباراة اليوم. سعلي، ديربي أكيد صعيب التكهنات، صعيب هاي تشكيلة الفريقين. مادام عطانا زملائنا تشكيلة الفريقين، نذكر بسرعة بتشكيلة الفريقين بالنسبة للنادي الافريقي. في حراسه المرمى عاطف الدخيلي، حمزه العقربي، علاء البسليمي، محمد علي اليعقوبي، سيف تقا، خالد القربي، اشرف الزيتوني، ماهر الحداد، سلام القزداوي، عبد المؤمن جابو، وزهير الذوادي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، وسيم نواره، غياب معز بن شريفيل تعرض لاصابه، ايضا غياب سامح الدربيدي يلعب في مكانه اليوم، ايهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، محمد علي بن منصور، حسين الراقد، هاريسون افول، ايهاب المساكني، محمد علي المهذبي، يوسف البلايلي، واحمد العكايشي. سيد علي، قلنا مباراه ديربي اكيد، وكما نقولوها ديما ما تخضعش التكهنات. سمعت شكر الوعر في اول اسبوع قال لك قبل نقولوا الفريق اللي يبدا ماهوش مرشح للفوز بالديربي هو اللي فوز بالديربي، لكن اليوم نلقاو النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي تقريبا في نفس الوضعيه، بيناتهم نقطة فقط في الترتيب، الزوز في رق مازالوا ما بلغوش ذروة المردود نتاعهم، مازالوا ما قدموش المردود اللي ينتظروا فيه جماهيرهم الاثنين، وصعيب هذا يزيد صعب أكثر مهمة التكهن بنتيجة في الدربي اليوم. احنا ديما المهمة صعيبة باش تتكهن، معناتها صعيبة في الدربي ولا واحد يتكهن فيها، كيما قال شكري صحيح، معناتها كنا قبل اللي تشوفوا الكيب تشوفوا فافوريت تقول هذيك اللي هي اللي ما تربحش. دونك الدربي هذاك علاش ما تنجم تسجل عليه حتى شيء، تبقى الوضعيه تاع زوج جمعيات كيف كيف، معناتها الحاله نتاعهم كيف كيف، اللاعبين الكيبات مش قاعدين يلعبوا، مش قاعدين يقنعوا، قاعدين يربحوا وكاو، معناتها ما مش قاعدين يقدموا في 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 مستوى طيب. شوف نفس الملاعبيه، نفس الافكتيف، نفس الترجي غير المدرب، بالنادي الافريقي عنده مدرب من بدا العام هولندي، من بدا العام بون يلزم ياخذ وقته، تبقى كاقناع للجمعيات اللي ما تقنعش، قاعده تربح معناتها قاعدين يربحوا، اهم حاجه هو كونه يربح. تبقى انا نقول اذا كان فما باساج فيد على الملاعبيه راهي تولت برشا، تولت برشا، خاطر باساج فيد معناتها جمعتين ثلاثه الملاعبيه لازم يرجعوا للفورم نتاعهم، سينو كيفاش باش تشوف دربي كبير برشا اذا كان اغلب الملاعبيه في زوج جمعيات ماهمش في فورمتهم، وهذه مش قيمتهم الفنيه اللي نعرفوها، معناتها نعرفوهم لاعبيه واحد واحد، نعرفوا قيمتهم الفنيه بالكدا بالكدا، ما همش قاعدين يلعبوا على قيمتهم الفنيه، علاش ما نجموش نعرفوا علاش يعني؟ انا كيما قلت لك باساج فيت كانت عديت على ملاعبي ما يلزمش تطويل به، يلزم يرجع للفورمه نتاعه. توا طويلت برشا، يظهر لي باساج فيت، باساج فيت في زوج فرق. باش نجيك سي بسام، لكن قبل ما نجيك نذكر ان التلفزه الوطنيه تمنحكم فرصه الفوز ب 1000 دينار اذا كنت تتكهن بفوز النادي الافريقي، ابعث اس ام اس في سي على الرقم 8 59 59، اذا كنت تتكهن بفوز الترجي الرياضي التونسي ابعث اس ام اس فيه او اس تي على الرقم 8 59 59، واذا تقول المباراه باش تنتهي بالتعادل ابعث اس ام اس فيه نول على الرقم 8 59 59. العب وفوز ب 1000 دينار من اهداء التلفزه الوطنيه. سي بسام، النادي الافريقي مدرب هولندي، حديث عن الكره الشامله اللي مازالت ما ظهرتش في النادي الافريقي، اداء النادي الافريقي مازال متذبذب، مازال ما ارتقاش المستوى انتظارات جماهير النادي الافريقي، وتشكيله في النادي الافريقي ديما تتغير، يعني منذ بدايه الموسم ما شفناش تشكيله لعبت زوج مباريات على بعضهم في النادي الافريقي، وهذا يمكن مفهوم وهذا يمكن توجه المدرسه الهولنديه. كنت عندي معلومات يعني على الدورة التدريبية ولا الدورة التكوينية اللي خضعوا لها المدربين التوانسة تحت إشراف خبراء هولنديين في كرة القدم، الهولنديين يقول لك بخلاف حارس المرمى
وزوز اللي في قلب الدفاع، بقيه التشكيله ما عنديش، ما عاد بقيه التشكيله تنجم تتبدل في كل اسبوع، وهذا يظهر لي اللي ظاهر في تشكيله نادي الافريقي اللي بدا بها اليوم ادري كوستر. انا قبل كل شيء نقول زاد نضم صوتي لعلي، زوج جمعيات ما وصلوش للذروه نتاعهم، والدربي جا بكري شويه. بالفايده في الجمعيه الكبيره هي انها تنتصر، حتى وكان ما تقنعش يلزمها تنتصر وتحصد النقاط، هذا هو الهدف نتاعها اذا كانت تحب تلعب على اللقب. اذا تقارن النادي الافريقي وين لعب في قصر هلال الاسبوع الفارط، ما نتصورش انه فريق ينجم يقدم لعب كره يقنع على ميدان كيف الميدان هذاك. بالنسبه للمدرب كوستر، حكايه الحفاظ على وديما التشكيله تتبدل. سي بسام باش نرجع معاك، هو زميلي احمد صالحي حاضر في ملعب رادس، تفضل احمد. يعطيك الصحة محمد علي، المداخلة الأولى حبيتها باش تكون مع نجم من نجوم الترجي في الثمانينات وبداية التسعينات عبد الحميد الكنزاري، اللي عاش يعني تقريبا عشرات الدربيات. سي عبد الحميد، يعني كيف ترى أجواء الدربي تو مقارنة بالدربيات اللي عشتها أنت؟ والله الدربي ديما عنده طعم دربي، خاصة بين الترجي والإفريقي. يظهر لي ما فماش فرق بين دربي 80 ودربي 90 ودربي 2000. بالنسبة للدربيات اللي لعبتهم أنا الكل كانوا من أعز الدربيات، وخاصة تحلي الشرف باش سجلت بونتو اللي ما يتنساش بالكل عام 80 لسليم بن عثمان. بعد 6 سنين ما انتصرناش على النادي الإفريقي، انتصرنا عليها بواحد، من وقتها بدأت الانتصارات. يعني دربي اليوم شنو رأيك فيه؟ تقريبا جمعيات الزوز يتشابهوا، نفس الظروف نفس الأداء. والله ما تنجمش تتكهن الترجي والافريقي، ما تنجمش تتكهن، كما انا نقول 50-50، وان شاء الله قبل كل شيء يكون دربي يمتع الناس باش يتفرجوا الكره، هذا المهم. الصحة سي عبد الحميد، تفضل محمد علي. تقعد ديما عندك الاولويه في استجوابات اخرى. سي بسام مؤسس فكرة كرة القدم الحديثة توا، تشوف الفرق الأوروبية وكل لازم تحافظ على المجموعة نتاعك الكل. شوف أعطى الفرق ريال مدريد البرشلونة تلقى عندها نجوم، لكن النجوم لازم الناس الكل تلعب. يعني ماهوش باش يكون عائق بالنسبة لي أنا. اللي نحب نقوله بالنسبة للمقابلة معناتها نتاع اليوم، قلت لك جات في وقت مبكر شوية، لكن الدربي يقعد ديما دربي. نفس الخطه التكتيكيه نتاعو، معناتها 4-2-3-1 هذه محافظين عليها. بون رغم اللي في فما مقابله ضد ظهر لي ضد كرومبيليا، غير اسكندر القاسي ولا يلعب دوز اتاكون، معناتها ولا يلعب دوز مهاجمين صريحين اللي هما العكاشي ونيانك. اليوم ما نعرفش شنو ظروف نيانك، علاش ما لعبش. انا سمعت مضروب وما نعرفش، مش متاكد من المعلومه. اما اذا كان جان يانج لاباس عليك، او اسكندر القاسي واصل، معناتها احنا الترجي عندها مده ما لعبتش. سيد علي نمشي لاحمد ونرجع لك توصل كلامك، تفضل يا احمد. شكرا، يعطيك الصحه محمد علي. كما ترى الى جانبي الغائب البارز اليوم على مباراه الترجي والافريقي سامح الدربالي مدافع الترجي الرياضي، وكذلك سي فتحي العبيدي المدرب المساعد للنادي الافريقي. سامح نبدا بيك ولا بسي فتحي؟ جونتياس كبير هاي، ثبتوا لي عاد. نبدا بسامح. سامح يظهر لي ما حضرتش المباراه اليوم، ما خلطش. لا غالب قدر الله وما شاء فعل. الواحد حاولت نكون مع اصحابي، حاولت نعاون. هلا غالب البلوسير ما خلتنيش، ان شاء الله البلوسير وش كبر. هلا غالب ربي مش كاتب، وليسونسيا يتعدى ماتش حلو، وان شاء الله مربوحه، وبقدره ربي اللي موجودين في التيران يكفوا زياده ان شاء الله. ترى المباراه جت في وقت مناسب بالنسبه للترجي الرياضي؟ ان شاء الله في وقت مناسب. والله لزوز فرق يظهر لي زوز يعني ماشيين بالباهي في الشامبيونات. على مستوى النتائج اكاو صحيح، على مستوى النتائج يظهر لي في الكره التونسيه كلها. ان شاء الله اليوم نشوفوا ماتش حلو، فما فرجه في التيران، ونشوفوا الدوز ايكيب يعني يلعبوا كره مزيانه، والاجدر ان شاء الله يربح ان شاء الله. شكون ترى الاجدر زعما اليوم؟ بيان سور شكون الترجي ان شاء الله. الاجدر ان شاء الله. نشوفوا مع سي فتحي. سي فتحي قال الترجي اليوم اجدر بالفوز. والله هو سي رايو معناها بون، هذايا اول حاجه ساعه نحب نقول هي مباراه دربي، واول مره معناها نشوفوا معناها جمهور وامبيونس هكا نحبوا نشوفوها في الملعب نتاعنا. ان شاء الله الدربي هذايا معناها يوفي بوعوده، كما الناس
تستنى فيه. ان شاء الله نقدموا مباراه طيبه، ان شاء الله يكون العرض باهي. نادي الافريقي صحيح توا عمل اونتام باهي اليوم ضد الترجي الرياضي التونسي، ان شاء الله نقوموا بالمباراه اللي لزمنا معناها نقوموا بها، وان شاء الله ربي يوفقنا. في فتح لونتام ممتاز، اما كره القدم الشامله ما زلنا ما رينا منها حتى شيء. والله شوف فماش كرة قدم شاملة توا، عندنا مباراة نقول الدربي، وحتى حد ما ينجم يتكهن معناها بمباراة الدربي، وباش تلعب على دي ديتاي صغار من ناحية النادي الإفريقي. نشوفوا معناها اللاعبين كل مركزين، معناها شفناهم أسبوع كامل معناها مركزين، فما أونفي، فما صحيح باش تلعب على حاجات نحن قاعدين حذرنا الأسبوع كامل، وإن شاء الله إن شاء الله نفوزوا بال زعما يحضر الأداء اليوم بالنسبة لزوز فرق. ان شاء الله هذا اللي نقوله انا، ان شاء الله بالنسبه لنادي افريقي باش يحاول او ميم تو، خاطر فما نقاط قوه نتاع الترجي الرياضي التونسي، فما نقاط ضعف زاده، نحن اونامي معناها الديسبوزيتيف هذايا باش نشوفوا معناها او ميم تو اداء او ميم تو نتيجه ان شاء الله. صفاتي علاش تقريبا الاطار الفني تاع النادي الافريقي ما استقرش على تشكيل ديما دائما فما تغيير؟ والله التشكيله هي بيده تشوفوا فيها معناها خلف واحد ولا اثنين، اما التشكيله هي بيده معناها لا ديفونس هي بيده، ميليو تيران القدام معناها عندنا مجموعه معناها بتاع 30 لاعب، ونشوفوا اون فونكسيون د لادفيرسير اليوم شنو الحاجيات اللي يلزمنا، ونلعبوا المهم اللي تكون لتا ديسبري باهي، ولتا ديسبري توا موجوده باهي، وان شاء الله ربي يوفقنا. مهاجمين يماركيو زعما اليوم ان شاء الله. شكرا سي فتحي. نكمل معاك سي حسن الخلصي، لاعب سابق ومسؤول بالنادي الافريقي في الثمانينات، شنو هو الاجواء تو في النادي الافريقي؟ هل ترى الاجواء مشجعه لانه الافريقي اليوم حق نتيجه طيبه؟ لا النتيجه ما نجموش نتكهنوا، راهو الدربي عنده كل دربي عنده حقائق، اما انا تمنيت لو كان جمهور نتاع الفريقين موجودين، سيسرا معناتها ان سبيكتاكل وعرس كورة. هاي داخلة فيها سبيكتاكل كبيرة قاعدين نشوفها. إن شاء الله ياخذوا، نتمنى للجمهور الإفريقي يكون في الموعد، ويكون معناتها يتمثل معناتها لو كالم، وباش يشجع الأمن يولي يعطينا أكثر من 15000، ولي دو سبيكتاتور معناتها لي دو. صح سي حسن، سعادة الأطرش المدرب المساعد للترجي الرياضي التونسي، روح رياضية كبيرة. سعادة سؤالي يعني علاش الترجي منذ إقصائه من كأس رابطة أبطال إفريقيا لم يلقى توازنه إلى حد الآن؟ لا مش صحيح كلامك. كيف ذلك؟ هذا رأيك أنت معناتها، وأنا ما هناك يعني ديما فيها فما تغييرات ديما في الفريق، قاعدين نشوفوا ديما في الأنسب في الأفضل في اللي يكون جاهز أكثر ما من صاحبه. وانتصارات بشق الأنفس. والله إذا كان نلعبوا، إذا كان نشوفوا بالضبط الانتصارات، نتكلموا ملعب قرنبالي أو ملعب المتلوي، يعني أرضية الملعب ما عاونتناش. مباراة الملعب التونسي قدمنا الأفضل فيها، مباراة القروان صاريف معناتها فما كيب ما تلقاش الريوسيت نتاعها، ولكن الحمد لله في الأخر يعني الكرة أنصفتنا. هناك تغييرات كبيرة في التشكيلة اليوم، معناتها بصراحة نلقاو نيونغ دراجي على بنك الاحتياط، يعني هل هذا خيار تكتيكي أم استراتيجي أم ماذا؟ اختيارات تكتيكية، وشفنا من الأفضل أنه يبدأ وبعض اللاعبين يكونوا على دكة على 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 بنك الاحتياط باش كيف يدخلوا يعطيونا الإضافة، وإن شاء الله الموجودين ديما نقولها راهو الإسبيرونس فيها أكثر من 11 لاعب، ولذا ما عندناش قلق باش يلعب فلان ولا فلتان. مهذب في دربي معناها ما ترى ينجم يلقى روحه في دربي او اول دربي يعني. علاش لا؟ ما نقعدوش نقعدوا نقيسوا يلقى روحه وما يلقاش، ما عادش باش نقدموا حتى خطوه، يلزمنا باش ناخذوا مسؤولياتنا ونتحملوا مسؤولياتنا، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. ترى مباراه مصيريه وحاسمه بالنسبه لكم كإطار فني؟ لا لا هذا كلام سابق الاوان و لا 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 سابق، والله سابق الاوان. احنا عندنا شامبيونا كامل، ما عندناش مباراه النادي الافريقي، مباراه النادي الافريقي هامه صحيح ولكن ماهيش مصيريه ان شاء الله، معناتها مازال باركور كامل، واحنا متعودين الترجي الرياضي التونسي متعودين بالباركور الطويل، وان شاء الله في هالباركور هذا ان شاء الله يعني تمشي امورنا لاباس، والترجي ديما راهو لاباس وبخير، ونطمنوا احبائنا اللي راهو هالعثرات هذه راهو متعودين بها، وان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس. شكرا 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 احمد سي فتحي ورمزي، كان تواصلوا تعطيونا الصور اللي قاعده تجينا من ملعب رادس ودخلت جماهير فريق النادي الافريقي، اكيد جماهير تحب تشوف صور كما هذه. نرجع لك سيدي علي، الترجي في غياب نيانغ بصراحه
بسرعه قلت لك بدا اسكندر القصري يلعب بزوز مهاجمين صريحين اللي الترجي عنده مده ما لعبتش بهم. لعب في ماتش ويت وسجل الترجي اهداف وربح. حتى اليوم كما قلت لك ما نعرفوش ظروف نيانغ علاش على البنك، حتى سعاد الاطرش ما عطاناش نيانغ علاش على البنك، دونك خيروا باش يرجع للاربعه 3-2-3-1. يمكن مش قاعد يقنع، ولو انه جماهير الترجي التونسي قاعده تلوم في نيانغ اللي مازال ما رجعش للمستوى الحقيقي نتاعو. صحيح متفقين، صحيح تبقى فما ريسك مثلا بالمهدبي باش تاخذ تاخذه في ديربي، فما ريسك خاطر الملاعب هذا باهي دخله في ديربي نجم ينجح ونجم ما ينجحش. صحيح دونك اذا كان نجح ان شاء الله ربي يوفقه، كان ما نجحش نجم تخسر الملاعب. سي بسام كوستر شنو باش يعمل اليوم باش يوقف القوه الضربه الهجوم الترجي التونسي؟ افضل هجوم في البطوله بتبقى 12 هدف، يعني الترجي سجل ضعف النادي الافريقي، النادي الافريقي سجل فقط 6 اهداف، الترجي قبل 3، النادي الافريقي قبل هدف. يظهر لي اوكد حاجه اليوم لازم يركز عليها كوستر، ايقاف هجوم الترجي التونسي. هو كل مدرب يحط الرحال بنادي اول عمل يقوم به هو يخدم الدفاع نتاعو. يظهر لي لهنا لحد الان المدرب القى التركيبه معناتها نتاع خط الدفاع نتاعو، ومن ناحيه النجاح يظهر لي ما تسجل كان هدف واحد النادي الافريقي على طريق ضربه جزاء. وبالتالي ما اليوم اللي راه انه الاطارين الفنيين الزوز كما اسكندر القصري ما خلاش من العنصر المفاجاه باقحام المهذبي في ديربي اول، نشوفوا كوستر زاد على غير التكهنات اقحم القصداوي اللي المده الاخرى مش قاعد يلعب، لكن بطبيعه الحال القصداوي دخل جديد على التشكيله. تصور باش تلقى القصداوي وراه المهاجمين والا القصداوي اون بوانت وراه جابوا، خاطر كوستير لعب في مباريات بالقصداوي وراه المهاجمين. هي القصداوي دخول القصداوي لانه مقابله نتاع اليوم هي مقابله اللي باش يعمل فيها الفارق هو الحضور الذهني والجزئيات والجاهزيه نتاع اللاعبين. وبالتالي لاعبين التجربه مهمين ياسر في المقابلات كيف المقابلات هذه. القصداوي لعب العديد من الدربيات سواء كان لابس مع الترجي ولا مع النادي الافريقي، وكان ينجح ديما في الدربيات واخرها الدربي نتاع الموسم الفارط انه في المقابله الذهاب نجح القصداوي في الدربي نتاعو. يظهر لي كوستر لهنا مع زوز مهاجمين كيما راهو جابوا عندك ذوادي باش يعطيهم اكثر حريه، دخل القصداوي لانه قوه القصداوي نقولها عنده ميزه انه يلعب يحذق اللعب بدون كره ممكن ياسر في التركيبه ككل، مع تواجد ماهر حداد اللي نشوف ماهر حداد باش ياخذ لنا حريه تامه كيما عند جابو. ماهر حداد باش يكون قدام زوز لاعبين الارتكاز باش يحاول يعمل التركيبه ما تاع الهجم. سيد علي في 20 ثانيه قلنا النادي الافريقي اليوم يلزم يوقف هجوم الترجي الرياضي التونسي، الترجي الرياضي التونسي شنو يلزم يقرا حساب في النادي الافريقي؟ يقرا حساب كل شيء. الترجي بالنسبه ليه عنده في 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 ذهن الملاعبيه تو اكيد يحبوا يفوزوا على النادي الافريقي باش ياخذوا ليكا تاخذ ليكا كاتب على ولو سمعت اسكندر القصري قال نقرا برشا حساب للجابوة بسرعه. سيد علي في 10 ثواني بالنسبه لي انا اقرا حساب الجمعيه كل النادي الافريقي مو جاب النادي الافريقي اكيب كامله الذوادي الحداد ملاعبيه باهين وقزاوي كما كان يحكي بسام لاعبي باه كان مش تقرا حساب الجابو بكاهو مش اقرا حساب الجمعيه الكل والخط الهجوم النادي الافريقي الكل. يعطيك الصحه سيد علي. قبل ما نمشي الملعب رادس نذكركم اللي التلفزه الوطنيه تمنحكم فرصه الفوز ب 1000 دينار اذا كنت تتكهن بفوز النادي الافريقي، ابعث اس ام اس فيه سياح على الرقم 8 59 59. اذا كنت تتكهن بفوز الترجي الرياضي التونسي ابعث اس ام اس فيه EST على الرقم 8 59 59. وإذا تتكهن فوز الترجي الرياضي التونسي أبعث SMS فيه إذا كنت تكهن بالتعادل أبعث SMS فيه نول NUL على الرقم 8 59 59. التلفزة الوطنية تمنحكم فرصة الفوز ب 1000 دينار. نمشيو الفصل الإسهاري ثم نتحولوا بعد مباشرة إلى ملعب رادس لمتابعة الشوط الأول من مباراة النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي مع زميلي عبد الرحمن العش. تفضل. نمشيو الان مباشره لزميلي عبد الرحمن العش للتعليق على هذا الشوط الاول مباراه النادي الافريقي والترجي الذي التونسي. تفضل عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا على الوطنيه اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد مع المباراه المنتظره بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. وبطبع ان شاء الله في الحفله النهائيه يحثو الصوت المرافق ليا في السماعه.
إذن مباراة منتظرة هامة بين الفريقين الترجي والنادي الإفريقي، مباراة أجوار تأتي مباشرة أسابيع قليلة بعد خيبة الوصول إلى نهايات كأس العالم وغياب ثاني على التوالي لكرة القدم التونسية على المحفل العالمي في البرازيل، وتأكد ذلك أثناء هذا الأسبوع. إن شاء الله بتابع، نستخلص الدروس، نستخلص العبر، نعمل جاهدا لتحسين وأداء مستوى كرة القدم التونسية والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش ترجع الكرة التونسية إلى سالف إشعاعها، والرجوع يمر كذلك عبر الرجوع الجماهير إلى الملاعب. اليوم نصف الملعب ملآن، معناها تابع لجماهير النادي الإفريقي، إن شاء الله بتبع يكون نصف الثاني أيضا في لقاء الإياب. إذن تشكيلة الفريقين، والبداية بالترجي الرياضي التونسي، تشكيلة المدرب اسكندر القصري، إذن وسيم نوارة في حراسة المرمى، إيهاب المباركي وخليل شمام على مستوى الأظهرة، محور الدفاع متكون من شمس الدين ذوادي، محمد بن منصور، أريسون أفول، حسين الراقد، إيهاب المساكني، محمد علي المهذبي، يوسف البليلي وأحمد العكيشي. هذه الحلول الهجومية للإطار الفني للترجي الرياضي التونسي، تشكيلة المدرب كوستر الهولندي، تشكيلة النادي الإفريقي عاطف التخيري، الأظهرة حمزة العقربي وعلاء المسلمي اللي ثبت مكانه في التشكيلة الأساسية، محور الدفاع محمد علي عقوبي وسيف طقاء، خالد القربي مقابلة خاصة لمتوسط ميدان دفاعي للنادي الإفريقي، أشرف الزيتوني لاعب ثاني ارتكاز، الحلول الهجومية ماهر الحداد، عبد المومن جابو، سلامة القزاوي وزهير الذوادي. هذه الاختيارات التكتيكية في لقاء الأجوار رقم 117 بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. أمامكم أدري كوستر في أول تجربة خارج بلجيكا وخارج هولندا، تجربة في إفريقيا. إذن طاقم تحكيم تونسي موكل لإدارة هذه المباراة، الحكم الرئيسي هو عادل الصغير، بالنسبة للحكم المساعد الأول محمد بيتوتا، والحكم المساعد الثاني هو فوزي الجريدي. بتبع مباراة أجوار وآتي النادي الإفريقي من انتصار خارج الميدان في المنستير، بتبع في ملعب قصر الهلال أمام اتحاد المكان، هدف مقابل صفر والترجي بصعوبة على شبيبة القيروان. قبل انطلاق المباراة دقيقة صمت ترحما على روح اللاعبة لاعبة الجمعية الليسية بقفصة وحيدة عبد السلام، كذلك الحكم الدولي السابق والحكم السابق حسن سعيدان. الوضعية الخاصة بالفريقين في الترتيب، الترجي 16 نقطة والنادي الإفريقي 15 نقطة، وكل فريق حقق 5 انتصارات. هذه الوضعية الخاصة بالفريقين قبل انطلاق لقاء الأجوار والتزامن متاعه مع لقاء هام جدا للنادي الصفاقسي في لومومباشي أمام فريق توبيسان مازيمبي الكونغولي. وتمنينا لو أن المباراة ما تزامنتش مع لقاء الأجوار باعتبار أنه لقاء النادي الصفاقسي وقوي مازيمبي معنى يعني، وكذلك بتبع معني به كل الجماهير التونسية وكرة القدم التونسية. انطلاق المباراة ولقاء الأجوار وخالد القربي، حسين الراقد، يوسف البليلي، المهارات موجودة في كلا الفريقين، وننتظر في عرض يليق
بسمعة الفريقين الترجي والنادي الافريقي والمحاولة الأولى من جانب الترجي والبحث على محمد علي المهذبي والتوزيع لأحمد العكيشي. أحمد العكيشي والكرة تبقى للنادي الافريقي. إذن السرعة منذ البداية والكرة لصالح النادي الافريقي في مناطق، وامامكم يوسف البليلي يعاد من جديد للمخالفة لصالح النادي الافريقي في مناطق. إذن السرعة القصوى للفريقين مع انطلاق المباراة، والاحصائيات تقول الى حد الان 26 انتصار للنادي الافريقي و45 انتصار لصالح الترجي الرياضي التونسي، وبتبع مباراة يعرفها ويحذق معناها ويعيشها جيدا زهير الذوادي اللي عنده 10 لقاءات دربيات في ارجله، معناها لاعب يعرف جيدا هذه الأجواء، بالإضافة أيضا إلى خليل شمام من الجهة المقابلة جهة الترجي اللي في رصيده 10 دربيات، والدربي خاص للفريقين، وكثيرا ما أطاح الدربي بمدربين بلاعبين برؤساء جمعيات، معناها الدربي عنده انعكاسات سلبية أو إيجابية على مشوار الفريقين. حمزة العقربي ثم خالد القربي. خالد القربي مباشرة تبقى الكرة لصالح النادي الافريقي والاندفاع من جانب احمد العكيشي، وترجع لخالد القربي محمد علي اليعقوبي وسيف تقى ذي المحور الخاص بدفاع النادي الافريقي، وبالعيفة كما لاحظتم خارج القائمة مخالفة لزهير الذوادي. زهير الذوادي والمخالفة. شوفوا التدخل من إيهاب المباركي والمخالفة لزهير الذوادي، قوة البركيسيون كما يقال والتوغلات وإرغام المنافس على ارتكاب الهفوات وسيمنا وراء المعوض للحارس الأساسي معز بن شريفية المصاب أثناء الأسبوع وخلال التمارين. عبد المؤمن جابو كذلك يسعى لتأكيد أنه من أبرز اللاعبين في لقاءات الأجوار، وكان سجل في ديسمبر 2012 في مباراة فوز النادي الأفريقي هدفين مقابل هدف، ولعب إلى حد الآن عبد المؤمن جابوا 5 لقاءات والتوزيع من شمس الدين الذوادي. مباشرة المتابعة من سيف تقا وأحمد العكيشي ومباراة داخل المباراة. اهتدى إلى هذا المحور المدرب كوستر بعد ما كان بلال العيفة في المحور، لكن استعداده البدنية ما تأهلوش للمشاركة، والتحذير لهذا اللقاء والتوزيع لحمزة العقربي. أيضا سامح الدربالي متغيب بارز، وخالد المولي هذه الأسماء المتغيبة من جانب الترجي الرياضي التونسي، أيضا كريم العواضي وجوزيف يانيك نجانج على بنك الاحتياط، وإقحام محمد علي المهذبي الورقة من جانب المدرب اسكندر القصري. المحاولة والكرة الأخيرة من ماهر الحداد. شوفوا ماهر الحداد، زهير ذوادي، عبد المؤمن جابو، وقدامهم سلامة القصداوي بالنسبة للترجي. يوسف البليلي، أحمد العكيشي، محمد علي المهذبي بتبع وراهم إيهاب المساكني، يوسف البليلي. المحاولات للترجي الرياضي التونسي ومخالفة ضد خالد القربي. واضح هذا منتظر أنه خالد القربي المعروف بالاندفاع البدني والهفوة المرتكبة على يوسف البليلي، بشروا برشا حوارات ثنائية في لقاء الأجوار. خالد القربي كذلك البداية كانت صعبة، ثم اقتلع مكان كأساسي في التركيبة المدرب كوستر. يوسف البليلي بالنسبة للقاءات البلاي اوف، 3 لقاءات بما فيهم على مباراة المرحلة الأخيرة. الكرة من يوسف البليلي والكرة على مستوى القائم الثاني، وفرصة للترجي الرياضي التونسي والصعود بالنسبة لمحمد بن منصور، وإعادة من جديد للكرة الأخيرة لكن فوق المرمى. كانت كرة خطيرة لصالح الترجي الرياضي التونسي.
لقاء مارس 2013 3 مقابل 1 للترجي، ثم هدف مقابل 0 يوم 12 ماي 2013، ويوم 26 ماي 2013 كذلك هدف مقابل 0. الجهة متاع إيهاب المباركي باش نشاهدوا برشا حوارات مع زهير الذوادي. شوفوا زهير الذوادي المخالفة للترجي الرياضي التونسي. زهير الذوادي هدفين في مشواره في لقاءات الأجوار ضد الترجي الرياضي التونسي. نذكر أبرز لقاء كان لعبوا في نوفمبر 2010 في مباراة وفات 2-2 بين الترجي والنادي الإفريقي، كان سجل هدف وكذلك كان صوب على العارضة في اللحظات الأخيرة. من أبرز لقاءات اللي دارت بين الترجي والنادي الإفريقي. المخالفة لصالح علاء البوسليمي وضد محمد علي المهذبي. سيف تقى في تنفيذ المخالفة للنادي الإفريقي. توزيعة من سيف تقى، سلامة القزداوي، ثم خليل شمام وحسين الراقد، حمزة العقربي، والمحاولة من أشرف الزيتوني مباشرة. كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، كانت محاولة من أشرف الزيتوني. كذلك في رصيده هدف، إعادة من جديد للكرة الأخيرة ترجع من شمس الدين الذوادي. وسيم نوارة كذلك لعب لقاءات أجوار. محمد بن منصور وغياب عنتر يحيى على محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. هذه الوضعيات الخاصة بالفريقين. حمزة العقربي، كرة خالد القربي، والمخالفة لمتوسط ميدان الدفاعي للنادي الإفريقي بعد تجربة قطرية. والبداية لم تكن ناجحة مع النادي الإفريقي، ثم أصبح أساسي في الأسابيع القليلة الماضية. محمد بن منصور قبل سلامة القزداوي، يلعب لقاءات أجوار بزي الترجي وكذلك النادي الإفريقي. سلامة القزداوي، سلامة القزداوي، حسين الراقد، أحمد العكيشي، لكن التغطية من سيف تقا وعكس الهجوم من أحمد العكيشي. أحمد العكيشي، أحمد العكيشي، أحمد العكيشي، وستة أمتار للنادي الإفريقي. التوغل من أحمد العكيشي، شوفوا أحمد العكيشي، والمتابعة من سيف تقا، والكرة خارج الميدان، وتدارك الهفوة متاعه سيف تقا وخلط على أحمد العكيشي ومنعه من التوزيع. مخالفة للترجي وإيهاب المباركي أمام زهير الذوادي، تريدنتي أو ثلاثي ماهر الحداد، زهير الذوادي وعبد المؤمن جابو، وأمامهم سلامة القزداوي، والبحث على الثغرات في محور دفاع الترجي. محمد علي المهذبي ويوسف البليلي وأحمد العكيشي الحلول من الجهة المقابلة في دفاع النادي الإفريقي. محمد بن منصور إلى إيهاب المساكني، خير المدرب اسكندر القصري على أسامة الدراجي اللي ما استرجعش كامل إمكانياته بعد عودته من التجربة الاحترافية في سيون. عبد المؤمن جابو، واضح أنه الدقائق الأولى وفترة في المراقبة، وأكيد الحوارات المنتظرة، اللاعبين يعرفوا بعضهم، والحذر. وسيم نوارة، في المباراة الماضية المدرب أدري كوستر أقحم فرانسيس نار منذ البداية، هذه المرة يختار سلامة القزداوي كقلب هجوم محوري. أريسون أفول، أريسون أفول، يهب المساكني، تبقى الكرة لمحمد علي المهذبي اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي. وأشرف الزيتوني عمل معناها لثنائي ارتكاز وسط الميدان اللي فيه أشرف الزيتوني وخالد القربي
للتغطية على الأروقة والظهيرين من جهة علاء البوسليمي وحمزة العقربي. أريسن أفول، أريسن أفول، والكرة للنادي الأفريقي، لاعب السابق للسيوتي أشرف الزيتوني. بالنسبة لمراد الهذلي هو على بنك الاحتياط، ونذكره بالنسبة لاختيارات المدرب كوستر سليم الرباعي إزر الغالي هتان البراتلي، مراد الهذلي، أسامة الحديدي، فرانسيس نار، وأيضا أحمد جمال الدين من جانب الترجي، علي جمل، نفسي، عبود التراوي، الدراجي. المحاولة من عبد المؤمن جابو وخالد القربي، التوزيعة مباشرة لزهير الذوادي، والركنية لصالح النادي الأفريقي، بقية الاحتياطية في الترجي، هيثم جويني وجوزيف يانيك نجانك، ذن ترانسفيرسال أو التوزيعة العرضية من عبد المؤمن جابو لزهير الذوادي، والتغطية من محمد علي المهذبي، محمد علي المهذبي في التغطية، وأيضا أمام زهير الذوادي، وبطبع من جهة إيهاب المباركي. واضحة التوسيات، زهير الذوادي على مستوى القائم الأول، يوسف البليلي، حمزة العقربي، عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابوا التوزيعة، خالد القربي، سيف دقة، ماهر الحداد، ماهر الحداد، ماهر الحداد، عكس الهجوم للترجي، أحمد العكيشي، يوسف البليلي، يوسف البليلي، يوسف البليلي، أحمد العكيشي، خالد القربي بامتياز في خطة ليبيرو تقريبا، يسترجع الكرة من أحمد العكيشي، عبد المؤمن جابو، والمخالفة، المخالفة للنادي الأفريقي. أكيد بدا يتحرر معناها اللاعبين على الميدان، بداوا يتحرروا، وبالطبع واضح الضغط المقابل باعتبار قيمة نتيجة في لقاء الأجوار، باش يواصل كل فريق المشوار بنجاح على المستوى البسيكولوجي. هام جدا الامتياز والتألق والنجاح في لقاء أجوار، خاصة الوقت يكون مع بداية الموسم، وكما سمعنا في استوديو التحليلي في وقت معناها باكر في بتبع في الجولات الأولى، وقتها زوج فرق مازالوا ما لقاوش النسق نتاعهم العادي. النادي الأفريقي مع المدرب أدري كوستر اللي يحاول الاهتداء للتشكيلة المثالية والتوازن التكتيكي اللي يتماشى مع إمكانيات اللاعبين، وترجي بعد الخروج من كأس الأبطال وفي انتظار المدرب الجديد للترجي. لكن إلى حد الآن زوج فرق مسيطرين على البطولة، 16 نقطة للترجي و15 للنادي الأفريقي. إعادة من جديد للتدخل الأخير من محمد بن منصور اللي يعالج حاليا على الميدان، المدافع المحوري الترجي اللي كان في منافسة مع عنتر يحيى، يستغل كذلك إصابة عنتر يحيى ابتعاده على أجواء اللقاءات، واليوم أساسي لجانب شمس الدين الذوادي اللي كان ساهم في الانتصار الأخير أمام فريق شبيبة القيروان. التماس للترجي الرياضي التونسي عن طريق خليل شمم، يوسف البليلي، حمزة العقربي سحب الهدف الأخير للنادي الأفريقي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. رغم أرضية الميدان السيئة ما نجموش نحكيو على مردود، كي راهو ميدان كيما الأرضية السيئة لملعب قصر الهلال، وآخر حل كان للرابطة لبرمجة المباراة علاء البوسليمي. كان أسامة الحديدي، زهير الذوادي، زهير الذوادي من جديد يربح الركنية الجناح النادي الأفريقي. ننتظر في ارتفاع النسق في هذا اللقاء بين الترجي والنادي الأفريقي ومحمد بن منصور.
استرجع مكانه في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. كرة في المحور، أريسون أفولي بعدها، تبقى لحمزة العقربي. حمزة العقربي والمتابعة المحاولة حسين الراقد. حمزة العقربي مخالفة ضد المدافع الأيمن للنادي الأفريقي، متابع جابو سلامة القزدوي حبوا يعطلوا. تنفيذ المخالفة للترجي وإعادة من جديد المخالفة المرتكبة من مدافع النادي الأفريقي وسيم نورة. نذكر أنه اليوم المباراة رقم 37 في حوارات الفريقين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منذ موسم 96-97. علاء البوسليمي، حسين الراقد، سيف تقى. كرة تبقى لدفاع النادي الأفريقي. علاء البوسليمي، سيف تقى دائما قريب من الظهير الأيسر في التغطية. خليل شمام، يوسف البليلي، عبد المؤمن جابو، لكن محمد بن منصور اكيد مش يكمل المباراة. المدافع المحوري للترجي مش يغادر الميدان محمد بن منصور، والإصابة اللي تلقاها منذ قليل. اذا ننتظر في التغيير في تشكيلة الترجي، صعب باش يكمل المباراة. الى حد الان النادي الافريقي سجل 6 اهداف وقبل هدف، الترجي سجل 12 هدف وقبل 3 اهداف. واضح ان النجاعة الهجومية يعمل جاهدا على تحسينها المدرب كوستر من خلال التغييرات المتواصلة على مستوى الحلول الهجومية. وبعد قليل محمد بن منصور شي غادر الميدان اعادة من جديد، يعاد من جديد للكرة اللي من خلالها أصيب محمد بن منصور. عبد المؤمن جابو، المخالفة لصالح النادي الأفريقي. تابع المخالفة الجانبية الخطيرة المنتظرة للنادي الأفريقي. الكرة الثابتة هامة في لقاءات الأجوار. وبعد قليل التغيير في الترجي بعد خروج محمد بن منصور، والكرة على مستوى القائم الأول وبعدها إيهاب المساكني وحمزة العقربي. والتغطية من إيهاب المباركي. محمد علي المهذبي، محمد علي المهذبي ينتظر في المساندة ويربح المخالفة. المخالفة ضد خالد القربي. شوفوا خالد القربي في التغطية حتى على الجهة اليسرى على جهة علاء البوسليمي، والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. محمد علي المهذبي لحد الآن رينا برشا لعب متقطع، الأروقة ما مشاتش كأحسن ما يرام بالنسبة للنادي الأفريقي، خاصة مع وجود عبد المؤمن جابو وكذلك زهير الذوادي. لم تصل كرة ثمينة لسلامة القزاوي. نفس الوضعية للترجي، المساحات ما كانتش موجودة بالنسبة ليوسف البليلي ومحمد علي المهذبي. نشوفوا محور وسط ميدان النادي الأفريقي يرجع في التغطية على الأروقة، يعني على حمزة العقربي كذلك علاء البوسليمي. ها هو التغيير من جانب الترجي الرياضي التونسي. معز عبود لاعب منتخب الأصغر ياخذ مكان محمد بن منصور في التشكيلة الأساسية. واضح بالنسبة لتغييرات الترجي منطقيا خليل شمام باش يمشي للمحور مع شمس الدين الذوادي، وأريسن أفول يمشي إلى الجهة اليسرى. هذه التغييرات من جانب المدرب اسكندر القصري بعد الخروج الاضطراري لمحمد بن منصور. يهب المساكني، شمس الدين الذوادي، كرة
الكرة لصالح النادي الأفريقي. إن شاء الله يرتفع النسق ونشاهد فرجة تليق بلقاء الأجوار بين الترجي والنادي الأفريقي، باعتبار أنه زوز فرق فيهم مهارات وكذلك مواهب نجم تمتع الجماهير اليوم في الملعب الأولمبي برادس وتكون المصالحة مع الجماهير التونسية بعد الخيبات المتواصلة من جانب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أحمد العكيشي وسيف تقا باش نشاهدوا الحوارات متواصلة في هذا اللقاء. خالد القربي، عبد المؤمن جابو، محمد علي اليعقوبي، محمد علي اليعقوبي، أشرف الزيتوني، ماهر الحداد، سيف تقا، أشرف الزيتوني، أشرف الزيتوني، عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو كرة في اللاكس، ماهر الحداد طلب الكرة من زهير الثوادي، زهير الثوادي والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. ثم تسلل ضد النادي الأفريقي رغم التدخل الأخير، ثم تسلل، ثم إشارة من الحكم المساعد الأول محمد بيتوتا والتسلل ضد النادي الأفريقي. أول تاك بلاسي، شوفوا محمد علي المهذبي في التغطية الأخيرة، أكثر الوضعيات محمد علي المهذبي يرجع في التغطية على زهير الثوادي، وسيم نوارة، أريسون أفول، هذا هو التغيير. خليل شمام في المحور، يوسف البليلي، حمزة العقربي، كل لاعب يعرف المنافس المباشر ليه. إلى حال الآن يوسف البليلي ما لقاش المساحات للتصرف في مناطق النادي الأفريقي، معناه يلعب بعيد على مناطق جزاء المنافس يوسف البليلي. إلى حال الآن أريسون أفول، البحث على محمد علي المهذبي وعاطف التخيلي، النادي الأفريقي يفتك في الكرة عالي، المخالفة لحمزة العقربي وضد أحمد العكيشي، الإشارة للحكم عادل الصغير. محمد علي اليعقوبي، سيف تقاع على المسلمي، خالد القربي، ماهر الحداد، خالد القربي، ماهر الحداد، ماهر الحداد، ماهر الحداد، زهير الذوادي، من جديد المحاولة للأفريقي أشرف الزيتوني، ينتظر زهير الذوادي في كرات على الأروقة، سيف تقا، محمد علي اليعقوبي يبعد على يوسف البليلي، محمد علي اليعقوبي كذلك إيهاب المساكني مباشرة لإيهاب المباركي، معز عبود، ثم محمد علي المهذبي، أحمد العكيشي، أشرف الزيتوني، أشرف الزيتوني يقوم بالتغطية في وسط الميدان، حمزة العقربي، خالد القربي، يطلب في الكرة زهير الذوادي، أشرف الزيتوني، علاء البسليمي، علاء البسليمي، علاء البسليمي، يطلب الكرة الحكم عادل الصغير، وستة أمتال الترجي الرياضي التونسي، طلب المخالفة من الظهير الأيسر للنادي الأفريقي، أمامكم علاء البسليمي، شوفوا علاء البسليمي مع محمد علي المهذبي والدفع من جانب جناح الترجي وطلب اللعب من الحكم عادل الصغير. 25 دقيقة إلى حد الآن وننتظر في نسق يليق ومردود وأداء يتماشى وقيمة وعراقة الفريقين. أشرف الزيتوني، أشرف الزيتوني، زهير الذوادي، زهير الذوادي، والهدف الأول، الهدف الأول للنادي الأفريقي، أول كرة ممتازة يتحصل عليها زهير الذوادي في وسط الميدان، أشرف الزيتوني، تمريرة حاسمة لجناح النادي الأفريقي يتمكن من تسجيل الهدف الأول. زهير الذوادي تقريبا في الدقيقة 25 للشوط الأول يعطي الأسبقية، يعطي معطيات أخرى لهذه المباراة، منعرج آخر لهذه المباراة بعد استرجاع الكرة عالي من أشرف الزيتوني. قلت النادي الأفريقي يسعى لاسترجاع الكرة
في منطقة قريبة من منطقة ترجي. والكرة الأخيرة بحنكة زهير الزوادي يسجل ثالث أهدافه في نقاد الأجوار بعد ما لعب 10 دربيات قبل مباراة اليوم. أشرف الزيتوني زهير الزوادي والهدف الأول لتشكيلة المدرب كوستر. أكيد التشويق باش يكون قائم هنا في الملعب الأولمبي برادس. الهدف باش يحرر أقدام النادي الإفريقي، لاعبي النادي الإفريقي وكذلك الترجي أكيد باش يحاول رد الفعل بعد هذا الهدف. المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وإيهاب المساكني المخالفة، إذن هدف مقابل صفر. نشاهد برشا أهداف في لقاء الأجوار، وقلت أنه إن شاء الله مباراة يتصلح من خلالها الجمهور الرياضي مع كرة القدم التونسية اللي بحاجة إلى نفس جديد، إلى أفكار جديدة، إلى رؤى جديدة لتحسين الأداء. أيضاً إعادة نظر في هذا النظام متاع البطولة التوزيعة والكرة في منطقة جزاء النادي الإفريقي والتغطية على مارتين من جانب سيف تقى. حمزة العقربي والتماس للترجي الرياضي التونسي. أريسون أفول، أريسون أفول يبعد الكرة على المسلمي، والمخالفة للنادي الإفريقي في مناطق. خالد القربي يلعب برشا أمام دفاع النادي الإفريقي. قلت أول كرة ممتازة في منطقة جزاء الترجي، تمكن زهير الزوادي من مغاطة الحارس وسيم نورة بعد صعود خطأ بالكرة من جانب لاعبي الترجي الرياضي التونسي. الأجواء الخاصة بجماهير النادي الإفريقي والفرحة المصاحبة لأحدث الفرق وافتتاح النتيجة. شوفوا أشرف الزيتوني التمريرة الحاسمة لزهير الزوادي بداخل الرجل اليسرى. تمكن زهير الزوادي اللي معناها تعدى بفترة فراغ كبيرة ببعض الوضعيات الصعبة بعد رجوعه من أفيون، لعب عنده إمكانيات وبالنسق والاستقرار على مستوى العطاء أكيد باش يفيد كرة القدم التونسية اللي بحاجة لكل اللاعبين اللي عندهم مواهب. كان فترة من الفترات ركيزة في المنتخب الوطني التونسي. ترجي خروج محمد بن منصور غير عديد الوضعيات التكتيكية، خاصة تغيير محور الدفاع، إقحام معز عبود في وسط الميدان. والفائز أكيد باش يواصل المشوار بأكثر راحة نفسية، وحتى المدرب اللي دائما يكون في وضعية صعبة قبل لقاء الأجوار بالطبع الفوز في لقاء الأجوار تحقيق نتيجة إيجابية تخليه في مأمن من أي وضعية غير مريحة. ونذكروا في السابق عديد المدربين تمت إقالتهم بعد هزائم في لقاء الأجوار، وذكروا حتى في مرحلة البلاي أوف وكذلك في لقاء المرحلة الأولى يوم 31 مارس الماضي نبيل الكوكي تم إقالته بعد الهزيمة 3-1. ترجي حاليا في الهجوم حمد علي المهذبي، يهب المساكن يشوفه بكتلة يدافع النادي الإفريقي عكس الهجوم، يحب ويحبذ المساحات النادي الإفريقي. عبد المؤمن جابو استرجع الكرة أريسون أفول والمخالفة لقائد النادي الإفريقي. هذه الوضعية اللي حبذها النادي الإفريقي الحصول على الكرة وعكس الهجمات واستغلال المساحات مع وجود ماهر الحداد وعبد المؤمن جابو وزهير الزوادي وكذلك سلامة القزاوي. الترجي نجم نقولوا مازال ما دخلش في لقاء الأجوار، خاصة بعد الخروج للاعب ركيزة في محور الدفاع محمد بن منصور.
أشرف الزيتوني صاحب التمريرة الحاسمة إلى حد الآن والهدف الوحيد المسجل في المباراة. وخالد القربي، خالد القربي لعب 5 دربيات مع الترجي الرياضي التونسي، ابتعد على المنتخب التونسي وتجربة لم تكلل بالنجاح في قطر، ثم اختار الرجوع إلى تونس. أريسون أفول، شمس الدين الذوادي، الحلول غير موجودة للخروج بالكرة من جانب الترجي. يوسف البليلي، يوسف البليلي إلى أحمد العكيشي، واضح واضح كما قلت إلى حد الآن وسط ميدان الإفريقي هو اللي ماسك بزمام المبادرة في قطع وصول الكرة إلى أحمد العكيشي. أيضا يوسف البليلي ما لقاش الوضعية المريحة، محمد علي المهذبي يمشي إلى الجهة اليسرى. تغيير في المراكز، عبود تنقص خبرة لقاءات الأجوار، فاروح وامام خالد القربي وأشرف الزيتوني، حسين الراقد. إذن ربع ساعة لنهاية الشوط الأول والتقدم دائما للنادي الأفريقي هدف مقابل صفر في استغلال أول هفوة في الرلانس والخروج بالكرة من جانب الترجي، والتمهيد لزهير الذوادي أمام وسيم نوارة. علاء البوسليمي، أول لقاء أجوار، المنافسة مع أسامة الحدادي من الجهة اليسرى للدفاع. إيهاب المباركي أيضا ما كانش أساسي دائما مع الترجي الرياضي التونسي بتبع وجود سامح الدربالي المتغيب البارز، أيضا تجربة سلبية مع فريق إيفيون، ورجع إلى تونس. شمس الدين الذوادي، عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو، والمخالفة والإشارة، الإشارة من المساعد محمد بيتوتا. إذن كرة ثابتة للنادي الأفريقي. محمد علي المهذبي كانت عنده عقوبة منذ وجوده وانتمائه للنادي الرياضي البنزرتي، على ذاك ما لعبش مع الترجي في 6 جولات الأولى. كرة ثابتة، الهدف رتح أكثر لاعبي النادي الأفريقي الترجي اللي بتبع مع الغيابات، مع خروج محمد بن منصور، مع التمركز الناجح لوسط ميدان ودفاع الأفريقي لحد الآن يلقى في وضعيات صعبة الحارس وسيم نوارة. الكرة الأخيرة بعد المخالفة للنادي الأفريقي أريسون أفول أمام ماهر الحداد، حمزة العقربي، عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو، أشرف الزيتوني، علاء البوسليمي، علاء البوسليمي طلب الكرة من زهير الذوادي، زهير الذوادي التوزيع، وتبقى الكرة للزهير الذوادي من جديد على مستوى القائم الثاني، والتغطية حاسمة من أريسون أفول. حمزة العقربي، الكرة دائما للنادي الأفريقي، أريسون أفول استرجاع الكرة من جديد من محمد علي المهذبي للترجي مباشرة لمحمد علي اليعقوبي. كرة خاطئة من جانب الترجي، معز عبود، ولا وجود لمخالفة لزهير الذوادي. يوسف البليلي، يوسف البليلي، يوسف البليلي، التوزيع ممتازة أرضية لمحمد علي المهذبي، محمد علي المهذبي، والكرة تبعد مناطق النادي الأفريقي رغم المطالبة بلمسة يد من لاعبي الترجي، وتسلل، التسلل ضد يوسف البليلي. الحوار مع سيف تقى بتبع يجب الهدوء وتهدئة الأعصاب وعدم الانفعال، معناها المباراة مازالت وضعية التسلل المعلنة ضد الترجي الرياضي التونسي رجع من وضعية تسلل، والتسلل لصالح النادي الأفريقي، والقرار واضح والإشارة من الحكم المساعد الثاني فوزي الجريدي. رغم أنه بنك الترجي بتبع كان طالب أيضا بلمسة يد الحكم طلب اللعب، وبعد ذلك كانت وضعية تسلل ضد الترجي الرياضي التونسي. إذن تبقى النتيجة للنادي الأفريقي إلى حد الآن استغل الفرصة وتمكن من التسجيل عبر زهير الذوادي، استغلال الفرص، استغلال فوات المنافس، هذه ميزة لقاءات الأجوار بين الفريقين، ولقاءات الأجوار عادة ما تحصل من خلال مواهب وأيضا فنيات
والإمكانيات العريضة للاعبي الفريقين، وإعادة من جديد للكرة الأخيرة من محمد المهذبي، ولمسة يد اللي طلب من خلالها الترجي وجود ضربة جزاء، وطلب الكرة من الحكم عادل الصغير. إذن قريبة برشا، معناها كان الانتفاع والكرة قريبة من اللاعب، والتقدير للحكم عادل الصغير كان مقابل العملية المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. لحد الآن مريناش هجومات فاعلة وأيضا عمليات منسقة من جانب الترجي الرياضي التونسي، وأحمد العكيشي منعزل تقريبا في مناطق النادي الأفريقي. الكرة على العارضة، الفرصة لشمس الدين الذوادي والركنية، كرة مباغتة لشمس الدين الذوادي تبعها عاطف التخيلي، إعادة من جديد يوسف البليلي. شمس الدين الذوادي استدمت الكرة بالعارضة والحكم يطلب ركنية. الكرة الأخيرة طلب ركنية من جانب الحكم عادل الصغير، والكرة تبعد من منطقة جزاء النادي الأفريقي وتبقى لأحمد العكيشي. أحمد العكيشي والتماس، أبرز فرصة للتعديل للترجي الرياضي التونسي بعد التوزيعة من يوسف البليلي وشمس الدين الذوادي. كرته على العارضة والمتابعة من عاطف التخيلي. يهب المباركي، توزيعة أريسون أفول مباشرة للحارس عاطف التخيلي عكس الهجوم. المساحات لعبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو، المتابعة من أشرف الزيتوني. عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو، تبقى الكرة للنادي الأفريقي وحمزة العقربي. حمزة العقربي إلى حد الآن ما ثماش رد فعل قوي من جانب الترجي باستثناء الكرة الثابتة والتصويبة الرأسية من شمس الدين الذوادي وسيف تقى مصاب في محور دفاع النادي الأفريقي. أمامكم سيف تقى، قلت رد الفعل لم يكن قوي وفاعل وناجع من جانب الترجي الأفريقي. إلى حد الآن أحسن غلق المنافذ على الأروقة من جانب الترجي، خاصة من جهة إيهاب المباركي من الجهة اليمنى، محمد علي المهذبي من الجهة اليسرى، وبطبع أريسون أفول اللي هو أصبح الظهير الأيسر. بتبع إلى حد الآن لاعب متوقف وأكيد باش يحتسب كل هذا الوقت الحكم. إعادة من جديد، كانت معناها اليد مرفوعة من جانب خالد القربي والكرة من محمد علي المهذبي، وكان الحكم قريب عادل الصغير وأمر بمواصلة اللعب، وكانت يده مرفوعة. ربما رأى أنه معناها الديستانس قريبة برشا، لكن ثم يد مرفوعة من جانب خالد القربي في المحاولة من محمد علي المهذبي. إذن إلى حد الآن النتيجة الحالية هدف مقابل صفر. أشرف الزيتوني في التمهيد لزهير الذوادي وأحداث الفارق بداخل الرجل اليسرى لزهير الذوادي. عفوا فرولانس من الترجي، أشرف الزيتوني، زهير الذوادي، والهدف الوحيد. وسيف تقى باش يرجع إلى الميدان اللي أصبح أساسي وخرج حتى من القائمة. بلال العيفة اللي في فترة من الفترات مر بفترة فراغ وأحد الركائز كان في النادي الأفريقي، مطالب باسترجاع كامل إمكانياته. لعب في سن 17 سنة، معناه 18 سنة، لقاءات أجوار بلال العيفة، لكن انخفض مستواه بصفة غريبة في الأسابيع القليلة الماضية، كذلك حتى في مرحلة البلاي أوف للسنة الماضية. وأكيد وجوده خارج القائمة يخليه يحاول التدارك والعمل لاسترجاع مكانه كأساسي في التشكيلة. المدرب أدري أكد أنه فمش لاعب أساسي في تشكيلة النادي الأفريقي، والعمل أثناء الأسبوع هو اللي حدد التركيبة والمجموعة اللي تكون حاضرة في نهاية الأسبوع. إيهاب المساكني، محمد علي المهذبي، أريسون أفول،
أحمد العكيشي مع محمد علي اليعقوبي مباشرة إلى عبد المؤمن جابوا التغطية. دقيقة من محمد علي اليعقوبي، إيهاب المساكني مباشرة لعاطف التخيلي. العمق الهجومي غايب في الترجي إلى حد الآن، ومش كيما ريسون أفول من الجهة اليسرى كيما خليل الشمام اللي خذا مكان محمد بن منصور في المحور. في الأثناء ثنائي الارتكاز خالد القربي وأشرف الزيتوني إلى حد الآن يقصوا في كرات في وسط الميدان. محمد علي اليعقوبي يترك الكرة لعلاء البوسليمي، تبقى لإيهاب المباركي معز عبود إيهاب المساكني مباشرة لخالد القربي. خالد القربي أعطاء غزير لهذا اللاعب حمزة العقربي. خالد القربي محمد علي اليعقوبي أريسون أفول حمزة العقربي أريسون أفول قبل عبد المؤمن جابو سلامة القزداوي. سلامة القزداوي ماهر الحداد خليل شمام إيهاب المساكني والتماس للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للهدف اللي سجله زهير الذوادي هو رقم 245 من خلال 117 مباراة من جانب الترجي، تم تسجيل 105 أهداف 140 هدف بالنسبة للنادي الأفريقي. التماس لحمزة العقربي أكيد التفاصيل الضافية بالنسبة لمردود الفريقين، وأيضا الوضعية التكتيكية والاختيارات التكتيكية للمدرب كوستر واسكندر القصري بعد قليل في الاستوديو التحليلي الخاص بهذا اللقاء اللي يتزامن مع مباراة النادي الصفاقسي وتوبيسون مازمبي. كان الأجر باش يدور لقاء الأجوار في وقت غير وقت النادي الصفاقسي وتوبيسون مازمبي باعتبار أن كرة القدم التونسية هي المعنية بلقاء لومبومباتشي. المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي ومحمد علي المهذبي أشرف الزيتوني والإنذار. برشا نقاشات بالنسبة لأشرف الزيتوني والإنذار، واضح ما يزمش معناها النقاش الطويل مع الحكم، ثم قائد الفريق نجم يحكي مع الحكم وتمادى في النقاش أشرف الزيتوني. تمادى في النقاش متوسط الميدان النادي الأفريقي والإنذار لأشرف الزيتوني. سحب التمريرة الحاسمة منذ قليل لزهير الذوادي. المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي محمد علي المهذبي يربح المخالفة. نعيش الدقائق الأخيرة للشوط الأول وتقدم للنادي الأفريقي. وضعية يحبذها الترجي باش يحاول يسجل، والنادي الأفريقي باش يحاول أيضا يستغل المساحات عبر الثلاثي الحداد جابو وزهير الذوادي. توزيعة من يوسف البليلي والخروج لعاطف التخيلي محمد علي المهذبي والحارس عاطف التخيلي ويبعد الكرة محمد علي اليعقوبي. كرة أخرى خطيرة للترجي عبر الكرات الثابتة بعد تسويبة رأسية على العارضة من شمس الدين الذوادي. أريسون أفول بعد الكرة مدافع المحوري للنادي الأفريقي محمد علي اليعقوبي من جديد على مستوى القائمة الثاني. كرة الأخيرة لشمس الدين الذوادي أمامكم مع كل الكرات الثابتة للترجي الرياضي التونسي، وكان سجل هدف ممتاز في مارس الماضي. عاد من جديد للتألق لعاطف التخيلي بعد كرة محمد علي المهذبي، ثم الخروج لعاطف التخيلي محمد علي المهذبي يرجع الكرة حارس النادي الأفريقي محمد علي اليعقوبي يبعدها. واضح النقاشات بين لاعبي الترجي والأفريقي، وبطبع خالد القربي مباراة خاصة ليه، ودائما ينفعل معروف أنه عنده مزاج خاص وطبع خاص خالد القربي حتى في لقاءاته مع الترجي ضد النادي الأفريقي. واليوم مباراة عندها ميزة خاصة بالنسبة ليه بعد
عندك البارونتيز بتبع عدم مشاركته في كأس العالم للأندية مع الترجي، فترة صعبة عداها مع المدرب دو كاستيل في الترجي الرياضي التونسي، أكيد يحب معناها يرجع إلى المستوى المعهود، وبتبع أي لاعب كان يلعب مع الفريق المقابل يحاول يأكد أنه لاعب ممتاز، وبتبع الفريق المقابل خسر واضح معناها في العالم الكل قاعد الأجوار. أي لاعب لعب واتقمص زي الفريقين عنده اعتبارات خاصة بالنسبة لي على المسلمي. يهب المساكني أحمد العكيشي، يهب المساكني محمد علي المهذبي، دقيقتين وقت بديل بالنسبة للشوط الأول، والتقدم دائما لفريق باب جديد هدف مقابل صفر. سيف تقى زهير الذوادي حاول يبعد على حسين الراقد وتبقى الكرة للترجي، ويهب المباركي إلى يوسف البليلي، والتدخل سليم ثمش مخالفة، والكرة لحمزة العقربي من الجهة اليمنى، عبد المؤمن جابو، حمزة العقربي، حسين الراقد، معز عبود، شمس الدين الذوادي. الإصابة للاعب الجزائري للترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي، النتيجة الحالية هدف مقابل صفر. سيف تقى في الاصطدام الأخير مع يوسف البليلي، لم يرتقي الشوط الأول للمستوى المأمول، المستوى المنتظر من لقاية الأجوار. النادي الإفريقي استغل هفوة في إخراج الكرة من جانب الترجي، أشرف الزيتوني لزهير الذوادي اللي ما فوتش الفرصة وكان حاسم وصاحب الهدف الوحيد المسجل إلى حد الآن. عملية إسقاط للكرة بعد قليل، والحكم عادل صغير اللي مشى وشاف وعين إصابة يوسف البليلي. وأدري كوستر دائما أي مدرب في النادي الإفريقي والترجي وقت يجي يكون مطالب بالفوز في لقاء الأجوار، وبتبع تخليه يعمل بكل راحة بعد ذلك الفوز، رغم أنه مثلا شفنا بالنسبة للموسم الماضي نبيل كوكي فاز في لقاء أجوار وكان هزم في اللقاء اللي بعد وتمت إقالته. الترجي نذكر دي مورايش وقت اللي الترجي لأنه هزم النادي الإفريقي 3-0، رغم الفوز بعد أيام قليلة على الإسماعيلي المصري في البطولة العربية مش فعلوش الانتصار للبقاء في الترجي. معناها الحساب يكون عسير لأي مدرب بعد لقاء الأجوار. يهب المساكني محمد علي المهذبي، تبقى الكرة للترجي، يهب المساكني والمحاولة من أحمد العكيشي والمحمد علي اليعقوبي، دائما حاسم حاليا في مناطق 6 أمتار. حسين الراقد، محمد علي المهذبي، ماهر الحديد، محمد علي اليعقوبي، ونهاية الشوط الأول والتقدم للنادي الإفريقي هدف مقابل صفر. هدف زهير الذوادي كما ثماش استجوابات من أحمد الصالحي. أحمد كنت تسمع فيا أحمد معايا مباشرة. مجدي تراوي، مجدي بصراحة شيء مؤسف أن نراو دربي بهذا المستوى، يعني تقريبا حتى فريق ما عمل 3 أو 4 باسات على بعضهم باستثناء الهدف اللي جاء من خطأ يعني من معز عبود. والله إذا اللي التركيبة معناتها بار تروا كالكو جوغ معناتها اللي موجود في التيران خير كل أولاد صغار معناتها يلعبوا، دونك كما قلت أنت يا أحمد هذا عذر يعني يا مجدي. إيه معناتها ماهوش مسانسين باللي دربي وكل شيء، شفتهم معناتها ضغط وعلى أعصابهم أكثر منه كورة. بالنسبة لنا احنا الترجي وناراتيه الحقيقة لونتام تاع البرون ميتون، إن شاء الله زميتون صلحوا برشا حاجات ونرجعوا نلعبوا كورتنا مش نجموا نسجلوا إن شاء الله. نجي علاش الترجي أصر على الدخول يعني من الأرقة وما نجحش في العملية هذه، يعني تطويل الكرة على عكيشي ولا على البليلي ما فماش بناء هجمة يعني من الدفاع والوسط ميدان. والله صحيح كما قلت لك الشوط الأول فقدنا اللعب نتاعنا، معناتها كنا نلعبوا أتاك بلاسي نطلعوا من التالي، يعني تكون القدام ناقصين برشا موفمون سيرتو زاد القدام، معناها قاعدين يطلبوا الكرة في اون بروفوندور هكا وما نفهمش شكون يديكروش ياخذ الكرة ونلعبوا. إن شاء الله الشوط الثاني كما قلت لك نحطوا الكرة روتا ونلعبوا كرتنا من سان سباب باش نجموا نسجلوا إن شاء الله. شكرا يعطيك الصحة مجدي. تفضل عبد الرحمن. شكرا لك أحمد، عودة من جديد الاستوديو مع محمد علي بوزقرو والفنيين لتحليل الشوط الأول.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا نهاية الشوط الأول بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بفوز النادي الإفريقي هدف مقابل صفر، هدف زهير الذوادي جاء في دقيقة 25. بالنسبة لمباراة النادي الرياضي الصفاقسي وتي بي مازيمبي، الشوط الأول انتهى على نتيجة 2-0 لتي بي مازيمبي، أهداف لتي بي مازيمبي في 25 دقيقة لعب. تي بي مازيمبي يظهر لي حقق المهم والمفيد الى حد الان في المباراه هذه. ان شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي يتمكن من التدارك وتسجيل هدف يرجعه في المباراه، ولو انه بالنتيجه هذه ما تقصيش النادي الرياضي الصفاقسي ويمشي ومازالت حظوظ النادي الصفاقسي قائمه في المباراه. نرجعوا لمباراه النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. شوط اول سيباسيان تقريبا بخلاف هدف زهير الذوادي والتصويبه في الدقيقه الاخرى محمد علي المهذبي ما شفنا حتى شيء، ما فماش كره، فماش باسات، ثلاثه باسات كما قال احمد صالحي على بعضهم ما فماش، شفنا لاعبيه طايحه على الميدان اربع ولا خمسه مرات، وقت الكل مشافت طايحه على الميدان. وفي دخول الحمايه المدنيه شفنا جوارات تحكي مع الحكم واحتجاجات على الحكم والكره يجيبها ربي. صحيح معناتها المستوى الفني ما ارتقاش، معناتها المستوى المعهود اللي متعودني بيه معناتها في المقابلات الديربي. تبقينا ممكن ياسر هذا ناتج على العديد الغيابات اللي موجوده سواء من شيره الترجي ولا من النادي الافريقي. لكن بالنسبه للنادي الافريقي كان وفي معناتها للوجه اللي ظهر به، يعني عنده خط دفاع ولاعبين ارتكاز متوازنين، وداير استمد القوه نتاعو من الحاجه هذه انه وسط الميدان، معركه وسط الميدان خذاها النادي الافريقي، استغل لاعبين اللي هما ذو الخبره القربي واشرف الزيتوني، خروج المدافع محمد علي بن منصور وتغييره باللاعب الشاب عبود، شفنا انه كان متناغم برشا خط الدفاع مع لاعبين الارتكاز نتاعو، كانوا يخرجوا يعملوا في ضغط عالي، والهدف كان يعني من ضغط قام بأشرف الزيتوني، ثم هو اللي قام بالتمريرة معناتها الحاسمة للذوادي، اللي الذوادي معروف بخبرته وتجربته أنه حسم الفارق. هوني المقابلات الديربي يتلعبوا دائما وأبدا على الجزئيات، ما ترتقيش المستوى نتاعها في بعض الأحيان، ما تخلطش المستوى اللي تحب عليه، لكن يلزمك تعرف كيفاش تتعامل مع المقابلة هذه في غياب معناتها وجود الفورمة عند بعض اللاعبين، لازم يعرف الإنسان كيفاش يتأقلم معهم. سيد علي، تبعثرت أوراق اسكندر القصري يظهر لي بخروج محمد علي يعقوبي. اسكندر القصري ما عندوش لاعب على بنك الاحتياط في المركز في قلب الدفاع، هذا اللي خلاه يدخل معز عبود. شفنا يظهر لي خليل شمام مشى للاكس مع شمس الدين الذوادي، افول خذا بلاست خليل شمام، ويظهر لي تبعثرت نوعا ما اوراق اسكندر القصري. وحتى بعد قبول ترجي الهدف الاول ما شفناش الترجي نتاع العاده اللي بعد ما يقبل هدف يضغط فوالا يندفع ويحاول باش يعدل. طبيعه اذا كان تشوف خط هجوم كيف هذا معناتها ما تنجمش تقعد تفعل به، ما تنجمش في دربي تجي تاخذ ريسك بالمهذبي. علاش تاخذ ريسك بالمهذبي؟ ما فهموش علاش. هذايا دربي نتاع ملاعبيه عندهم خبره، على الاقل عندهم خبره، حتى لو كان الدراجي يكون فاقد الفورمه نتاعه ونيانك فاقد يصلح في المقابله هذه، على خاطر في المقابله هذه ما تحبش تعرف شنو يصير. سيد علي ينجم لو كان جيت انت مدرب الترجي الرياضي التونسي، عندك نيانك ماهوش في الفورمه العاديه نتاعه، وعندك محمد علي المهذبي مهاجم نتذكروا المردود الكبير اللي كان قدمه وقت اللي كان في النادي البنزرتي، كان مازال ما عطاش المردود هذا مع الترجي الرياضي التونسي. اذا كان تلقى محمد علي المهذبي مترشق بلغه الكره في التمارين، ما جازفش به ما تلعبوش في مباراه ديربي؟ ما جازفش به في دربي. تو تقول محمد علي المهذبي كان في النادي البنزرتي، هذاك في النادي البنزرتي تو لعب في الترجي حاجه اخرى ساعة، وان بلوس ما لعبش في الترجي تو. وقتاش لعب المهذبي؟ المقابله اللي فاتت لعب، ما لعبش معناتها مترشق من في اللونترومون. هذا مقابله نحكيو على دربي، لازمك تعرف شنو معناتها دربي. دربي يلزم ناس صحاح كيما نيانغ، ويلزم ناس عندهم مخاخ وعندهم صحه بدن وعندهم باش يحارب دربي كيف هناك. انا مانيش نقول لك صحيح انا نمشي معاك نيانغ مضيع الفورم، انا نمشي معاك دراجي مازال ما رجعش لفورمته، حتى البليلي ماهوش في فورم مازال تجي تشوف، معناتها خط هجوم كامل الترجي عنده مده، رغم اللي سجل 12 هدف، اما عنده مده الملاعبيه كي تشوف مردودهم محير الملاعبيه هذوما. ما نجمش ما نجمش اما في الديربي انا ما ناخذش ريسك بالمهدي. ما نجمش شوية تكتيك يقول لك هجوم الترجي كان ديما الكره تتلعب على نيانغ اللي فيكسي ياخذ الكره وبعد يلعب من لعبيته، يقول لك لاكس نتاع النادي الافريقي سيف تقاوم محمد علي يعقوب طويل، يمكن ما نجمش ياخذ معاهم نيانغ الكره يلعب على الفيفاسيتي والاكسبلوزيفيتي نتاع محمد علي المهذبي. وين الاكسبلوزيفيتي؟ يمكن نحسبها ما لقاهاش. لا مش هكا، معناتها انا احنا قلنا قبل الماتش، قلنا
شر ربي الملاعب يراو به الملاعبي معناتها فني الملاعبي به تبقى انا معاه وقت اللي باش تلانسي ملاعبي تلانسيه بشويه بشويه نعطيه 20 مينوت نعطيه 15 مينوت نعطيه 25 مينوت كل مره نزيدوا شويه حتى لين يخلط بالماتشات هذا المذبي احنا ما نشكوش في قيمته الفنيه تبقى ماهوش وقته توا ماهوش وقته كيما عبود توا نقول عبود انا نحترم الاختيارات تاع اسكندر القصري تبقى عبود هذا الجمعه اللي فاتت لعب في الاسبوع معناتها الجمعه اللي فاتت يلعب كيب اسبوع اليوم يلعب في الدربي اي شنو معناتها بي على الاقل ملاعب حاجه كبيره اللي كيب سينيور تبدا تحضره من الماتش اللي فات على الاقل يبدا حاضر في الاكيب يلعب ضد اسكندر القصري يلعب نجم من احنا ما ننتقدش الاختيارات اسكندر القصري عنده علي جمل امين النفزي معز عبود مجدي تراوي اسامه يانيك نيانغ وهيثم الجويني على البنك شكون كان ينجم يلعب شكون كي خرج محمد علي بمنصور شكون كان ينجم يدخل ما فماش ديفونسور على البنك معناتها المدرب لازم يقرا حسابه لاي طرق يجي في المقابله معناتها تو ما فماش في ديفونسور على البنك اكسيال تضرب له واحد اكسيال تلز باش يرجع شمام في اللاكس ويطيح فول على اليسار هذايا خاطر ما فماش ملاعبي اكسيال لو كان جا عنده اكسيال في البنك راهو لاعب اوتوماتيك اسمه تزيري الاخر اسمه الديفونسور ما عندوش حق عنتر يحيى ما عندوش حق يكون على البنك على خاطر ثلاثة اجانب موجودين دونك ما عندوش الحق لازم يكون عنده ديفونسور تونسي بون لقى الحل سوا ديزون لقى الحل بقى جات في 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 عبود انا ما حبيتهاش فيه الحقيقه على خاطر وليد باهي وملاعبي باهي بتاع مستقبله باهي في الترجي جات الغلطه منه هو ان شاء الله نقولوا احنا ما تاثرش عليه الغلطه هذه ولو انه كلينا بها بونتو ان شاء الله اصحابه بار سوليداريتي معناتها يعاودوا يرجعوا في اللقاء وقادرين باش يرجعوا في الماتش ويكون مستواهم في الدوزيام تو خير من هكا بياس خاطر هذا مش مستوى الترجي بالنسبه للنادي الافريقي سي بسام يظهر لي اكثر حاجه يمكن ينتفع بها النادي الافريقي في الشوط الاول هو الهدف زهير الذوادي زهير الذوادي اللي كانت عليه برشا انتقادات يظهر لي هدف في مباراه كيما هذه نجم يرجع زهير الذوادي للمردود اللي عرفناه به اعرفه كلام عليه يحكي المقابله نتاع الدربي هي اللاعبين اللي عندهم اكثر تجربه يعني واحد كيما زهير الذوادي نعرفوا الاسم اللي عمله والكارير اللي عاملها زهير الذوادي حتى كيف رجع السنة قاعد يلعب اساسي لكن زهير الذوادي في 6 مقابلاش مراش وبالتالي واحد كيما زهير الذوادي بتجربته يستهز في فرصه كيما مقابله اليوم كرة كيف اليوم جاته يعني حط فيها اللي معناتها تجربته الكل باش سجل هدف وعمل للفارق وهذه هذوما المقابلات اللي باش تخلق انطلاقه جديده لزهير الذوادي وانا متاكد انه بعد المقابله هذه باش نلقاو زهير الذوادي مسترجع للعافيه نتاعو لكن الحاجه اللي تفرح في النادي الافريقي كما قلت لك كل مدرب ينزل في جمعيه اول حاجه يحضر ديسبوزيتيف ديفونسيف نتاعو والديسبوزيتيف ديفونسيف تاع النادي الافريقي زدنا شفناه اليوم ياكد انه متناسق مليح شفنا اللاعب الشاب زاد علاء الدين البسليمي اللي هو ولد النادي الافريقي بالرغم اللي وقع تسليف والقفصه لكن انا شخصيا قعدت ديما نتابع فيه وكنت واثق من رجوعه ورجع اللاعب وقاعد يقدم في مستوى كبير ومازالت عنده مارج دو بروغريسيون كبيره برشا وهوني اهميه ثراء الرصيد البشري سي باسيم وقت اللي بلا العيفة عنده كيلوات زايده وكان خارج القائمه يلقى مدرب النادي الافريقي سيف تقا وقت اللي اسامه الحداد اصاب يلقى علاء الدين البوسليمي اللي لعب وخذام كانت مكان اسامه الحداد اليوم هذه اهميه الرصيد البشري الرصيد البشري كل فريق ينوي يلعب على الالقاب لازم يكون عنده رصيد بشري ثري وزيد فوق من الرصيد البشري لازم يكون بوليفالون يعني كما تقول انت على البنك دكه الاحتياط لازم عندك لاعبين على دكه الاحتياط اللي يحذقوا يلعبوا مركز او زوز ديما الاولويه للاعب اللي يحذق حتى البنك لازم يكون اكيليبري او ثلاثه معناتها لاعبين لانه هو بشي خاطر ما تعرفش شنو اللي يصير لك كيما صار للترجي الرياضي التونسي ما تعرفش شنو اللي يصير تقريبا بنك النادي الافريقي متوازن اكثر من بنك الترجي لقاو ازل الغالي مهاجم هاتي البارات اللي يلعب وسط ميدان دفاعي مراد الهادلي وسط ميدان هجومي اسامه الحداد يلعب عشيره ويلعب في اللاك الزاده اصله يلعب في اللاك اصله لسه لازم تعرف انه اسامه الحداد قدام احمد جمال من الاسبوار بينما في الترجي ما فماش معناتها ما فماش يكون في اللاكس فما امين نفزي ومعز عبود امين نفزي يلعب عشيره اليمين ما نجمش يلعب في اللاكس ما فماش واحد عندك اسامه الدراج يلعب وسط ميدان هجومي مجد تراوي وسط ميدان دفاعي يعني هجوم وهذا مش اسامه الحدادي راهو لاعب دولي من اصناف الشبان انا ولدي نعرفه من اصناف الشبان وقائد فريق يلعب المنتخبات الوطنيه في الاصناف الكل كلاعب محور الدفاع ليبرو محور الدفاع بس يعني حد شيء ولعب مع النادي الافريقي تو مده موسمين يلعب ظهير
يعني ظهير ايسر، يعني حتى وجوده على بنك الاحتياط انه كلاعب يحدق يلعب زوز مواقف. به الشوط الثاني سيد علي شنو لازم يعمل اسكندر القصري؟ شنو هو بيغير؟ شنو الطريقه يبدل في الطريقه اللي بدا بها؟ شنو لازم يعمل باش يرجع في النتيجه؟ قبيله سمعنا مجدي تراوي قال نلعبوا في الاتاك بلاسي، ما شفناش الاتاك بلاسي. احنا ما شفناش، شفنا وقت اللي الديفونسور يتخسر يلوح على عكاشي من غير حسابات. علاش؟ خاطر الترجي، خاطر الوسط موش قاعد، خاطر الترجي ما عرفش يلعب لاتاك بلاسي، ولا خاطر وسط ميدان الدفاع والبلوك نتاع النادي الافريقي ما خلاش الترجي يلعب لاتاك بلاسي. اذا كان باش تلعب لاتاك بلاسي، تاتاك بلاسي معناتها من الديفونس حتى لاتاك تمشي لاتاك بلاسي، كان باش تلعب جو ديريكت باش تلعب على عكاشي، انت وشنو محضر في التمارين وشنو محضر كيفاش باش تحب تلعب؟ احنا شفنا متغيب وسط الميدان، متغيب ماهوش قاعدين يخرجوا بالكره، دونك يتلز الديفونسور باش يلعب كره طويله على عكاشي ومن غير حسابات، خاطر يلزمها بعد ما تمشي لعكاشي فما دوزيام بال، فما تحضير، فما رميز، فما حاجه تلقى حاجه، يلزمها تكون محضره. توا بالنسبه لي انا دوزاميتون دخول نيانغ لابد منه، ودخول الدراجي لابد منه اذا كان حاب يرجع الدراجي. في بلاصه شكون؟ في بلاصه المهذبي والمساك. إذا كان حاب يرجع ترجي، ترجي حاجة بالمقابلة. ولو أنك تحب ماذا بيك تلانسي ولاد الصغار، أما توا وقت يلزمك ترجع المقابلة ويلزمك تسجل وتربح المقابلة نتاعك. بالنسبة للنادي الإفريقي سي باسيم شنو لازم يعمل باش يحافظ على النتيجة؟ أنا أكيد وأن المدرب باش يركز في على التغييرات اللي باش يقوم بها من الترجي، لأنه واثق أنه الترجي باش يقوم على الأقل تغيير إذا كان مش تغييرين على الأقل. وبالتالي أنا نتأكد نتصور أنه الدفاع متمركز مليح، خط الوسط معناتها القربي واشرف الزيتوني متناغمين مليح مع خط الدفاع، قاعدين يعضوا في الهجوم، هذوما نتصور انه توا باش يحذرهم للتغييرات اللي باش تقحم عند الترجي الرياضي وباش يحاول يجاري المقابله نتاعو. يعطيك الصحه سي باسيم، يعطيك الصحه سيدي علي. هذيا التكهنات نتاعكم التكتيكيه للشوط الثاني، لكن الحقيقه انشهدوها على الميدان. نرجعوا لميدان المباراه بعد فاصل إشهاري قصير مع زميلي عبد الرحمن العش، ثم لنا عودة إن شاء الله بعد نهاية المباراة. هذه هي الصور الأولى من ملعب رادسون، انطلاقة الشوط الثاني اللي باش ولازم تعليق عليه زميلي عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. من جديد مشاهدينا الكرام متابعة الشوط الثاني، والفرصة لزهير الذوادي مباشرة قبل تذكير بتشكيلة الفريقين هنا في الملعب الأولمبي برادس. نتمنى أن يرتقي ويتحسن الأداء في الفترة الثانية. شوط أول حقيقة أداء لا يليق بلقاء أجوار بين الترجي والنادي الافريقي. تذكير بتشكيله الفريقين: الترجي وسيم نواره، ايهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، محمد منصور خرج وترك مكانه لمعز عبود، حسين الراقد، اريسون افول، ايهاب المساكني، محمد علي المهذبي، يوسف البليلي، واحمد العكيشي. بالنسبة لتشكيلة المدرب كوستر: عاطف التخيلي، حمزة العقربي والمتابع لهذه المخالفة، علاء البسليمي، محمد علي اليعقوبي، سيف دقاء، خالد القربي، أشرف الزيتوني، ماهر الحداد، سلام القزاوي، عبد المؤمن جابو، وزهير الذوادي. طاقم تحكيم هذه المباراة متكون من عادل الصغير كحكم رئيسي، الحكم المساعد الأول محمد بيتوتا، والحكم المساعد الثاني هو فوزي الجريدي. متابع مباراة هامة بين الفريقين، نقطة تفصل الفريقين في الترتيب 16 الترجي و15 النادي الافريقي، واكيد المنتصر باش ياخذ انطلاقة اخرى بعد بداية موسم ما لقاوش الى حد الان النادي الافريقي والترجي النسق المعهود نتاعهم، والاختيارات في كل جولة حسب الامكانيات وحسب المنافس. أنا كما يقال زوز فرق ما لقاوش الفيتيس دو كروازير باللغه الفرنسيه، وفي انتظار كذلك من جانب الترجي المدرب الجديد اللي باش يتم الكشف عنه في معناها المستقبل القريب بالنسبه للمدرب اللي باش يخلف ماهر الكنزري بعد ما بعد على الترجي التونسي ماهر الكنزري، وحاليا مؤقتا اسكندر القصري. بتابع هذه الوضعيه الخاصه بالترجي، المدرب كوستر من جهته يحاول تاكيد جدارته بتدريب النادي الافريقي والجداره بالنسبه لتدريب الترجي او الافريقي كذلك تمر عبر الفوز والتالق
والبروز في لقاءات الأجوار. هذه الوصفة الخاصة بلقاءات الأجوار بين الفريقين. الشوط الأول تبعتم الشوط الأول والتقدم للنادي الإفريقي والهدف الثمين المسجل لحد الآن من زهير الزوادي والتغيير الأثيري من جانب الترجي وخروج محمد بن منصور. حاليا شمس الدين الزوادي والتلبى الكرة والأسبقية وأحمد العكيشي ويوسف البليلي. يوسف البليلي يوسف البليلي محاولة فردية من يوسف البليلي وثم علاء البسليمي وكذلك سيف الدقاء والكرة باش ترجع للنادي الإفريقي. واضح ثم الاستماتة ثم الجرينتا من جانب الدفاع الإفريقي وثم حب التسجيل وكذلك الإصرار على التسجيل والتعديل من جانب الترجي الرياضي التونسي. ونشوفوا التغطية الأخيرة بالنسبة لعلاء المسلمي اللي بتبع إلى حد الآن بارز من جيته، ولكن ثم التغطية أيضا خاصة من متوسط الميدان على الأروقة في النادي الإفريقي كما قلت في الشوط الأول. إن شاء الله يتحسن الأداء ونشاهدوا أهداف أخرى لما لا في لقاء الأجوار بين الترجي والنادي الإفريقي. وكذلك لقاء الإياب يكون أيضا النصف الثاني للملعب ملآن بجماهير الترجي. يزينا من لقاءات بدون حضور جماهير أثرت برشا على مردود حتى المنتخب التونسي، وشفنا وإنا متغيبين كل 4 سنين على كأس العالم. نذكروا بالاحتياطيين من جانب الترجي الرياضي التونسي علي جمل أمين النفسي مجدي تراوي أسامة دراجي هيثم جويني جوزيف يانيك نجانك. إذن إلى حد الآن ما ثماش تغيير آخر من جانب مدرب الترجي الرياضي التونسي رغم بعض الهفوات وأيضا الخلل التكتيكي اللي معناه لاح خلال الشوط الأول وحسين الراجد والهفوة المرتكبة على عبد المؤمن جابو والمخالفة للنادي الإفريقي. يحافظ على نفس التركيبة اسكندر القصري بالنسبة للشوط الثاني. وإلى حد الآن التقدم والأسبقية قلت بالنسبة للاحتياطيين من جانب النادي الافريقي سليم الرباعي ازر الغالي هاتان البراتلي مراد الهذلي وسام الحدادي فرانسيس نار الغاني لاعب منتخب الغاني اقل من 20 سنه وايضا جمال احمد المخالفه لصالح فريق بيب جديد الكره ويرجعها شمس الدين الذوادي وثم خالد القربي مباشرة للحارس وسيم نوارة. توحشنا هذه الأجواء في الملعب الأولمبي برادس، معناها اللاعبين لازم يلعبوا أمام ضغط الجماهير باش يتحسن الأداء. وملينا من الملاعب اللي تكون المدارج فارغة إن شاء الله في أقرب وقت كل شيء يرجع لأحسن ما يرام. محمد علي المهذبي محمد علي المهذبي والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي بأي وجه سيظهر الترجي في هذه الفترة الثانية أمامكم. محمد علي المهذبي والمتابعة من سلامة القزاوي وكذلك خالد القربي ونشوفوا كذلك التعليمات حتى بسلامة القزاوي باش يرجع ويسند وسط الميدان. هذا مريناه خلال الشوط الأول من جانب النادي الإفريقي اللي يلعب كتلة ويسعى لاكتساح المنطقة الترجي عبر ربح المساحات اللي يحبها ويحبثها كل من شمس الدين عفوا كل من زهير الزوادي وعبد المؤمن جابو وماهر الحداد. المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وأحمد العكيشي والكرة جانبية خارج الميدان. التنفيذ مباغت من جانب الترجي الرياضي التونسي والهدف بأربعة أهداف من جانب الترجي. أحمد العكيشي يصوب بعيد الكرة على مرمى الحارس عاطف التخيلي. نذكر بأنه الهدف الأول للبطولة حاليا هو لاعب النجم الساحلي الجزائري بغداد بونجاح. المحاولات من جانب النادي الإفريقي عبد المؤمن جابو عبد المؤمن جابو مباشرة لزهير الذوادي عبد المؤمن جابو علاء البسليمي علاء البسليمي والمتابعة من محمد علي المهذبي مباراة داخل المباراة بجرينتا أخرى بروح أخرى دخل ترجي الشوط الثاني ونفس الاندفاع من جانب النادي الإفريقي. استرجاع الكرة من جانب إيهاب المباركي للترجي الرياضي التونسي ثم سيف دقا سيف دقا يبعد على أحمد العكيشي مباشرة للحارس عاطف التخيلي.
شمس الدين الذوادي، حسين الراقد يفتكروا الكرة، ماهر الحداد، ماهر الحداد معروف بانقضاضه على الكرة والسرعة، ثم يبعدها الكرة الأخيرة خليل شمام، ويبقى الهجوم لفريق باب جديد وأشرف الزيتوني. ماهر الحداد، أشرف الزيتوني. الترجي ينتظر في مناطقه حاليا، مباشرة إلى الجهة المعاكسة من موجود حمزة العقربي. استرجاع الكرة من إيهاب المساكني، التخريجة ممتازة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي للترجي الرياضي التونسي، أحمد العكيشي، والتغطية من محمد علي اليعقوبي، التغطية ممتازة من محمد علي اليعقوبي، ما ثماش هفوة من مدافع النادي الإفريقي، معناها التدخل سليم 100%. نشوفوا يبعد الكرة أمام أحمد العكيشي ويمنح إمكانية عكس الهجوم وبناء هجوم للنادي الافريقي عن طريق ماهر الحداد والمخالفه في وسط الميدان. الاشاره من الحكم عادل الصغير. التغيير حاليا للمدرب الهولندي ادري كوستر. اذا التغيير سيتم حاليا من جانب النادي الافريقي، وماهر الحداد واضح مش باش يكمل المباراه وراجع للتشكيله الاساسيه. مراد الهذلي ياخو مكانه، كان سجل يوم 15 ديسمبر 2012 في لقاء الأجوار بين الفريقين، توزيعة من عبد المومن جابو وتصويبة رأسية كان تذكر أكيد مشاهدي لقاء الأجوار، كان تصويبة رأسية ذكروا كذلك أنه في لقاء الأجوار يوم 15 ديسمبر 2012 وسيم نوارا كان خاض الشوط الثاني بعد ما كان بن شريفية أصيب وغادر الميدان، واليوم وسيم نوارا هو الحارس الأساسي. إصابة أثناء الأسبوع في التمارين للحارس الدولي للترجي الرياضي التونسي محمد علي المهذبي، مباشرة إلى يوسف البليلي. شاهدنا منذ قليل تدخل الناجح لمحمد علي اليعقوبي. إيهاب المساكني، أريسون أفول يلعب من الجهة اليسرى، لعب في بعض الوضعيات في بعض اللقاءات مع الترجي من الجهة اليسرى. أريسون أفول عكس الهجوم لصالح النادي الإفريقي، يحب هذه الوضعيات النادي الإفريقي في عكس الهجوم. عبد المومن جابو، سهير الذوادي، سهير الذوادي، إيهاب المباركي إلى أحمد العكيشي، أحمد العكيشي يتبع في سيف تقاء، يبعد على سيف تقاء أحمد العكيشي، يمشي له خالد القربي، أحمد العكيشي وستة أمتار لصالح النادي الإفريقي. شوفوا التغطية، يبقى على معناها قضية الميدان لكن معناها بعيد خالد القربي بعد انتفاع الأخير في المضمار تقريبا. خالد القربي، إذا انذار، ثم انذار لأحمد العكيشي، الانذار لأحمد العكيشي بعد الهفوة الأخيرة أمام خالد القربي، والتدخل من خالد القربي والكرة كانت خارج الميدان، وبتبع لياقة بدنية لخالد القربي خليته بتبع يرغم أحمد العكيشي على الارتباك وعدم التوزيع وإرغامه على إخراج الكرة والدفع اللي كلفه الإنذار أحمد العكيشي. بعد قليل واضح التغيير المنتظر من جانب الترجي، جوزيف يانيك نجانج الكاميروني باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية للترجي الذي توسي بعد ما كان اختيارات المدرب اسكندر القصري بإقحام أحمد العكيشي، لعب ورق محمد علي المهذبي. إذا يوسف البليلي المصاب واللي باش يخرج من جانب الترجي، وجوزيف يانيك نجانج ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. النادي الافريقي يسعى لتسجيل هدف اخر الترجي الساعي للتعديل، وافضل على مستوى الاندفاع وبناء العمليات الهجوميه للترجي بالمقارنه مع الشوط الاول. وشفنا التمهيد كان حاسم من ايهاب المساكني لاحمد العكيشي، لكن احمد العكيشي ما كانش متجاوز محمد علي يعقوب اللي تألق، بعد الكرة نظيفة كما يقال وبدون أخطاء وتدخل ممتاز من مدافع المحوري للنادي الإفريقي اللي ثابت كأساسي. بتبع مهما كان نتيجة لقاء الأجوار، هناك إطار فني جديد للترجي الرياضي التونسي كمشرف أول، ما
بعد انتداب مدير فني المدرب السابق للقطن الكامروني كمدير فني لأصناف الشوبين مراد الهذلي والمخالفة لمعز عبود. إذن معز عبود حوارات وسط الميدان سلم القزداوي واضح الاندفاع البدني وكذلك نقاشات لا طائلة منها ثم قرار للحكم ومعناها مثل هذه الانفعالات تخرج اللاعبين من المباراة. معناها الخبرة أي لاعب لعب لقيادة أجوار يتحلى ببرود الدم والتركيز. واضح أنه ترجي الساعي للتعديل الإفريقي الساعي للعودة للانتصارات في لقاءات الأجوار. محمد علي المهذبي ثم يبعد الكرة دفاع النادي الإفريقي وأيضا إقحام مراد الهذلي لاعب قادر على التسييم وحلول إضافية للمدرب كوستر مع استحواذ النادي الإفريقي على الكرة مع المرور للهجوم من جانب فريق باب جديد. إيهاب المباركي جوزيف نيكنجانج يلعب في ظهر الدفاع المنافس المخالفة لحسين الراقد. أمامكم متوسط ميدان مونس البلجيكي سابقا وعديد الأندية الأخرى والحكم المساعد شوف يقول بعد الحوارات الأخيرة بين لاعب الترجي والإفريقي وطلب ربما انذار بعد السقوط الأخير لمحمد علي المهذبي. لكن الحكم المساعد يقول ما ثم شيء وما ثمش ما يستدعي تدخل من الحكم محمد علي المهذبي على مستوى القائم الأول. الكرة بعيدة على أحمد العكيشي وجوزيف يانيك جانج وربع ساعة الأول للشوط الثاني تقريبا باش ينتهي والنتيجة دائما الأسبقية لفريق باب جديد هدف مقابل صفر. شمس الدين الزوادي جوزيف يانيك نجانك محمد علي المهذبي علاء البوسليمي محمد علي اليعقوبي جوزيف يانيك نجانك أريسون أفول يوزع في المحور أريسون أفول بدون أدنى خطورة على الحارس عاطف التخيلي. أربعة دربيات قبل هذه المباراة بدأ يكتسب الخبرة اللازمة هذا الحارس الشاب بلقاءات الأجوار. حمزة العاكر بالتخريجة إلى سلام القزداوي والتسلل ضد المهاجم السابق للترجي الملعب التونسي شبيبة القيروان الديسفيقسي عديد الأندية. ذكروا أنه اللاعب الوحيد اللي كان سجل في لقاءات الأجوار بين الترجي والإفريقي هو كريم العواضي المتغيب مش موجود في القائمة. سيف تقاء يقوم بمباراة ممتازة ديما معناها يكون الأول على الكرة. محمد علي العقوبي أمام أحمد العكيشي والتماس للترجي الرياضي التونسي يرجع للوضعية التقليدية الترجي مع الثنائي أحمد العكيشي جوزيف يانيك نجانك منذ الإشراف المدرب اسكندر القصري على الفريق الأول على عكس المدرب ماهر الكنزاري كان يلعب طريقة 4-2-3-1 والاعتماد دائما على مهاجم محور جوزيف يانيك نجانك. وأثناء المباراة يقحم أحمد العكيشي يهاب المباركي محمد علي المهذبي يخسر الحوار الأخير إلى حد الآن محمد علي المهذبي تصويبة وحيدة تذكر في الشوط الأول والتصدي للحارس عاطف التخيلي في الأثناء علاء البوسليمي لقاء دربي بدون أخطاء الأول بالنسبة لي ما كان أسامة الحدادي. إيهاب المباركي يتحصل على المخالفة حسين الراقد صاحب آخر هدف قبل هذه المباراة آخر مباراة دارت يوم 26 ماي الماضي جولة قبل الأخيرة من مرحلة البلاي أوف. إيهاب المساكني في صانع الألعاب الخطة خليل الشمام سبق له باش لعب كليبيرو في مباراة الترجي والأهلي المصري منذ سنتين في جويلية 2011 متعود على التأقلم مع بعض الوضعية التكتيكية خليل الشمام كذلك أريسون أفول
اللي كذلك سبق له حتى في لقاء ديربي باش يلعب من الجهة اليسرى أليسون أفول. مخالفة لمحمد علي اليعقوبي. زهير الذوادي، زهير الذوادي التركيز كان غايب والترويض خاطئ من صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. وماهر الحداد يتابع من بكرة احتياط الفترة الثانية، ما استرجعش كامل إمكانياته، جناح ومتوسط ميدان هجومي للنادي الأفريقي. سلامة القصداوي، المخالفة ضد مهاجم النادي الأفريقي ترجي الرياضي التونسي. يوسف البليلي أيضا مصاب. توزيع لجوزيف يانيك نجانك، علاء البوسليمي، محمد علي المهذبي، سيف تقى يبعد الكرة، ثمش مجازفة ويبعد الكرة سيف تقى. تقريبا 20 دقيقة الأولى للشوط الثاني، والأسبقية دائما لفريق باب جديد في عزم على المحافظة وتدعيم الأسبقية. بالنسبة للترجي يسعى للتعديل، وعبد المؤمن جابه، وعبد المؤمن جابه، ما بعدش على خليل شمام والتماس للنادي الأفريقي. رصيد هدف في لقاء الدربي، عبد المؤمن جابه، أحسن لاعب جزائري سنة 2012، كان صاحب ثنائي مع وفاق ستيف قبل التحاقه بالنادي الأفريقي، ويسعى أكيد للتواجد ضمن مجموعة المدرب الجزائري فايد هاليلوديتش في نهاية كأس العالم. أحمد العكيشي، أحمد العكيشي من جديد، التغطية من محمد علي اليعقوبي، خالد القربي إلى سيف تقى إلى حاضر محمد علي اليعقوبي في التغطية على جهة حمزة العقربي، وتألق في مناسبة أولى أمام أحمد العكيشي ثم أمام جوزيف يانيك نجانك. سيف تقى، أشرف الزيتوني، أشرف الزيتوني لعب الارتكاز في وسط الميدان. يتدرج النادي الأفريقي، التوزيع من حمزة العقربي الجهة المقابلة، إيهاب المباركي وعلاء البوسليمي قبل محمد علي المهذبي والتماس. المخالفة لصالح النادي الأفريقي، الإشارة من الحكم عادل صغير بوجود مخالفة لصالح النادي الأفريقي. ذكر أنه بالنسبة للحلول كذلك للمدرب اسكندر القصري أنه أسامة الدراجي على بنك الاحتياط. بالنسبة للحلول الهجومية للمدرب أدري كوستر، أيضا فرانسيس نار اللي كان أساسي في الثلاثة لقاءات الأخيرة، واليوم أقحم سلامة القصداوي كقلب هجوم تقليدي، كان وراهم في الشوط الأول ماهر الحداد، زهير الذوادي وعبد المؤمن جابو. تغيير آخر تكتيكي مع أقحام مراد الهذلي مكان ماهر الحداد اللي بدني نجمش يكمل 90 دقيقة بعد رجوعه للتشكيلة. حسين الراقد، سيف تقى، شوفوا سيف تقى في المتابعة مباشرة يمشي للجهة اليسرى في التغطية على علاء البوسليمي، والكرة سلح النادي الأفريقي اللي بتبع يسعى للعودة للأجواء تاع المسابقات الأفريقية من خلال الصدارة أو الوصيف بالنسبة لكأس الأبطال. السرعة لعبد المؤمن جابو وحمزة العقربي، والتدخل ممتاز من خليل شمام في قطع التدرج الأخير لحمزة العقربي بعد تمهيد من عبد المؤمن جابو. ثم فكرة لبناء عملية هجومية ممتازة، ونشوفوا التدخل كذلك ممتاز جدا من خليل شمام يلعب في المحور حاليا مع شمس الدين الذوادي أليسون أفول، وستة أمتار للترجي الرياضي التونسي. باستثناء المحاولة من أحمد العكيشي والتألق لمحمد علي العقوبي، ما شفناش فرص واضحة للتسجيل للترجي الرياضي التونسي. قلت منذ قليل أسامة دراجي، وحسب مرة أنه أسامة دراجي باش يلعب تقريبا 20 دقيقة الأخيرة لهذه المباراة كآخر الورقات للمدرب اسكندر القصري. يهب المباركي، محمد علي المهذبي، محمد علي المهذبي يضغط عالي على البوسليمي، مراد الهذلي، خالد القربي، أشرف الزيتوني، مراد الهذلي، محمد علي اليعقوبي، أشرف الزيتوني، حمزة العقربي،
لعب الكرة من عبد المؤمن جيبو، تبقى للترجي أريسان أفول ويطولها على أحمد العكيشي، لكن بعيد على أحمد العكيشي، يلعب من الجهة اليسرى ونفس الوضعية كما الشوط الأول. ثماش كرة تثمينة لثنائي هجوم الترجي الرياضي التونسي، ربما الحلول بعد قليل مع إقحام أسامة الدراجي من جانب الترجي الرياضي التونسي، الذي الأفريقي اللي يسعى للهدف الحاسم، يعني واضح أنه يتحين الفرصة لتسجيل هدف ثاني عبر استغلال رغبة الترجي في التعديل. شمس الدين الذوادي، إيهاب المباركي، جوزيف يانيك نجانك، حسين الراقد يتبع في مراد الهذلي، إيهاب المباركي، إيهاب المباركي، إيهاب المباركي، لا وجود لمخالفة أشرف الزيتوني، زهير الذوادي، زهير الذوادي والمساحات، زهير الذوادي طلب الكرة من حمزة العقربي، زهير الذوادي ولا وجود لمخالفة، تدخل كان سليم بالنسبة لخليل شمام، محمد علي المهذبي مباشرة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي والتغطية حاسمة من خالد القربي. خالد القربي اليوم مباراة ممتازة، متوسط الميدان الدفاعي للنادي الإفريقي ودفاع بدني وتواجد في كل أرجاء مناطق دفاع النادي الإفريقي. جوزيف يعني كنجانك وتسلل، التسلل ضد أحمد العكيشي، الإشارة واضحة من الحكم المساعد الأول محمد بيتوتا، وضعية تسلل ضد أحمد العكيشي. بعد قليل أسامة دراجي الشيخ ومكانه في التشكيلة الأساسية، نذكر بالنسبة للحصيلة بين الفريقين، الحصيلة بين الفريقين منذ 96-97 وتطبيق منظومة الاحتراف بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، النادي الإفريقي سجل 6 انتصارات، ترجي 19 من خلال 36 مباراة، بالنسبة للمجموع إلى حد الآن 117 مباراة بين الفريقين. أكثر موسم لعبوا هو الموسم الماضي، لقاءات البلايوف كذلك لقاءات المرحلة الأولى، كان انتصار لكل فريق في المرحلة الأولى. المخالفة من إيهاب المساكني، جوزيف يانيك نشان، والتألق للحارس عاطف الدخيلي، عاطف الدخيلي يفسخ هدف التعادل ويتفادى هدف التعادل للترجي الرياضي التونسي رغم المطالبة بمخالفة من لاعبي النادي الإفريقي. ممتاز جوزيف يانيك نشان، وممتاز أيضا عاطف الدخيلي، كرة تحت العارضة والفتنة والريفلكس من حارس النادي الإفريقي أمام قلب هجوم الترجي الرياضي التونسي. كرة منفذة بدقة من إيهاب المساكني، التصويبة الرأسية دقيقة من جوزيف يانيك نشانك وتألق لعاطف الدخيلي. بعد الكرة دفاع النادي الإفريقي أريسون أفول، أيضا سيف دقاء، المخالفة ضد معز عبود لصالح خالد القربي. أبرز فرصة في الشوط الثاني للترجي الإعادة، إيهاب المساكني، جوزيف يانيك نشانك، والكرة على العارضة، الكرة الأخيرة إذن أسامة الدراجي بالشيخ ومكانه في التشكيلة الأساسية بعد قليل من جانب الترجي الرياضي التونسي، كمحاولة لإيجاد آخر الحلول لتفادي الهزيمة من جانب الترجي الرياضي التونسي. المخالفة للترجي في مناطقه، وأبرز فرصة لجوزيف يانيك نجانك للتعديل. أحمد العكيشي، هذا الحل المدرب اسكندر القصري، خروج أحمد العكيشي ودخول أسامة الدراجي، إعادة توزيع الأوراق في وسط الميدان من جانب الترجي، والاعتماد على المهاجم جوزيف يانيك نجانك. أيضا أسامة الدراجي نجم يكون أيضا كمهاجم وراء جوزيف يانيك نجانك. محمد علي المهذبي
على البوسليمي اللي مندفع في وسط الميدان لتفادي فتح الثغرات من جهته، ودائما وراء علاء البوسليمي. سيف تقى كرة خاطئة لزهير الذوادي، مراد الهذلي، مراد الهذلي، حسين الراقد. إلى حد الآن الحسابات ناجحة للمدرب أدري كوستر باعتبار الأسبقية، والفرصة الوحيدة المتاحة للترجي للتعديل. زهير الذوادي، سلام القصداوي، أشرف الزيتوني، زهير الذوادي، أريسون أفول، جوزيف يانيك نجانك، جوزيف يانيك نجانك، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، أسامة الدراجي، أسامة الدراجي للترجي الرياضي التونسي، أسامة الدراجي، محمد علي يعقوب إلى حد الآن سد منيع أمام مهاجمي متوسطي ميدان الترجي الرياضي التونسي في المساهمة في المحافظة على هذه الأسبقية المخالفة لصالح الترجي ضد عبد المؤمن جابو. المخالفة لخليل شمام إلى حد الآن مريناش البيركسيون، قوة التوغلات العادية لعبد المؤمن جابو لخطير برجله اليسرى واختلق المساحات وقوي في المراوغات. ساهم نذكروا في ديسمبر 2012 في الهدف الأول مسجل من مراد الهذلي، وكذلك سجل الهدف الثاني. إلى حد الآن في المخالفة والإصابة لأشرف الزيتوني، عطاء غزير أيضا في وسط الميدان، ثنائي ناجح إلى حد الآن، زوز بيفوات معناها اللاعبي الارتكاز من جانب النادي الإفريقي. ربما معطيات المباراة ما ساعدتش الترجي من خلال الإصابات والغيابات، خاصة معز بن شريفية وسامح الدربالي الظهير التقليدي، أيضا خروج محمد بن منصور، حتى معطيات أخرى للمدرب اسكندر القصري. في المقابل الهدف المسجل للنادي الإفريقي خلى النادي الإفريقي أيضا يلعب على هدف الضربة القاضية إن صح التعبير، بالإضافة إلى حسن تنظيم الدفاع والتغطية المتواصلة لثنائي الارتكاز على الأظهرة. وشفنا كذلك فورما لمحمد علي اليعقوبي في التألق وتفادي التوغل من أحمد العكيشي. يهب المباركي كرة لمراد الهذلي، زهير الذوادي، زهير الذوادي، توزيع على مستوى القائمة الثاني والبحث على سلامة القصداوي، وبصعوبة يبعد الكرة أريسون أفول أمام سلامة القصداوي. كانت توزيعة ذكية بالنسبة لزهير الذوادي على مستوى القائمة الثاني، إعادة من جديد للتوزيعة على مستوى القائمة الثاني، ميخويش وسيم نوارة وأريسون أفول بصعوبة يبعد الكرة الأخيرة. والتغيير حاليا هتان البراتلي لاعب ارتكاز يقوم مكان أشرف الزيتوني، أشرف الزيتوني هو اللي باش يغادر الميدان، ونفس المواصفات هتان البراتلي، هتان البراتلي يقوم مكانه في التشكيلة وسعي كذلك للرجوع للتشكيلة الأساسية، خسر مكانه كأساسي. تابع المحاولة من عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو، التوزيع من حمزة العقربي والحارس وسيم نوارة، على مارتين وسيم نوارة يتصدى للتوزيعة الأخيرة من الظهير الأيمن للنادي الأفريقي. إعادة من جديد للتوزيعة من حمزة العقربي ووسيم نوارة والتغطية من شمس الدين الذوادي. تغيير باش يساهم هتان البراتلي في افتكاك الكرة والتغطية أكثر في وسط الميدان مع خالد القربي، نفس المواصفات ونفس الإمكانيات. خالد القربي، عبد المؤمن جابو، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني لمعز عبود، ما فهموش، محمد علي يعقوبي،
محمد علي اليعقوب يخرج بالكره مدافع المحوري للافريقي عبد المؤمن جابو عبد المؤمن جابو زهير الزوادي كره ممتازه لزهير الزوادي زهير الزوادي والكره ضعيفه على رجله اليمنى قلت عبد المؤمن جابو قوي في التمهيد في الرواق معناها في الكولوار كان التمهيد لزهير الزوادي لكن التصويبة ضعيفة ما كانتش على الرجل القوية لهذا اللاعب الرجل اليسرى ونفس النتيجة إلى حد الآن هدف مقابل صفر إعادة من جديد الكرة لزهير الزوادي والتصويبة ضعيفة وكان على مستوى القائم الأول حارس الترجي الرياضي التونسي وسيم نوارة حوار الزعامة حوار الصدارة إلى حد الآن لصالح النادي الإفريقي النادي الإفريقي قبل هذه المباراة عنده 5 انتصارات وهزيمة الترجي 5 انتصارات وتعادل وأكيد تغييرات في الترتيب حسب هذه النتيجة في أعلى الترتيب الترجي اللي كذلك عنده كلاسيكو الأسبوع المقبل من نادي الصفاقسي أسامة الدراجي معز عبود مع مراد الهذلي زهير الزوادي زهير الزوادي زهير الزوادي يحافظ على الكره زهير الزوادي والمخالفه لصالح النادي الافريقي المخالفه لصاحب الهدف الوحيد الى حد الان زهير الزوادي الاشاره من الحكم عادل الصغير زهير الزوادي وشمس الدين الزوادي التدخل الاخير يربح المخالفة زهير الزوادي سحب فرصة كذلك منذ قليل لكن تصويبته كانت ضعيفة أمام مرمى الحارس وسيم نوارة وبتبع ما كانتش على الرجل المحبذة لزهير الزوادي اللي في البداية كذلك ما كانش أساسي مع المدرب أدري كوستر بالنسبة للهجوم من جانب النادي الافريقي يحاول يلقى الحلول المدرب باعتبار انه نسبة التسجيل ضعيفة من جانب النادي الافريقي 6 اهداف وقبل هدف الترجي سجل 12 هدف كأحسن خط هجوم الى جانب النجم الرياضي الساحلي بالنسبة لمعدل الاهداف المسجلة من جانب النادي الافريقي اكثر الوقت سجل فيه النادي الافريقي 50% بين 75 دقيقة و 90 دقيقة ونفس الوضعية من جانب الترجي معنا النسبة المئوية الكبيرة لتسجيل أهداف بين دقيقة 75 ودقيقة 90 عبد المؤمن جابو على مستوى القائم الأول الكرة لحمزة العقربي التوزيع من حمزة العقربي والحارس وسيم نوارة يرجع التصويبة الرأسية من جانب مراد الهذلي مراد الهذلي صاحب التصويبة الرأسية الأخيرة إعادة من جديد سجل بالرأس الموسم الماضي في لقاء الأجوار والتصويبة الأخيرة يرجحها حارس الترجي الرياضي التونسي خليل شمام أسامة الدراجي عبد المؤمن جابو ثم معز عبود أريسون أفول حمزة العقربي يسترجع الكرة متوسط ميدان الترجي معز عبود حسين الراقد شمس الدين الزوادي شمس الدين الزوادي محمد علي اليعقوبي محمد علي اليعقوبي والمخالفة المخالفة للترجي الرياضي التونسي نعيش الدقائق الأخيرة محمد علي المهذبي والمخالفة للترجي الرياضي التونسي والتوصيات من عاطف التخيلي نتابع مآل الدقائق الأخيرة للقاء الأجوار رقم 117 ما ارتقاش إلى مستوى فني كبير إيهاب المساكني والكرة ترجع من محمد علي اليعقوبي حقيقة أبرز مدافع في الإفريقي في الشوط الثاني عبد المؤمن جابو عبد المؤمن جابو عبد المؤمن جابو يحاول يبعد على أريسون أفول يحافظ على الكرة لكن الترجي يعكس الهجوم حاليا عبر جوزيف يانيك نجانك يرتبك جابو يترك الامكانية للهجوم للترجي الرياضي التونسي التوزيعة لأسامة الدراجي ترجع الكرة من سيف تقاء يسترجعها من جديد المدافع المحوري للنادي الافريقي
البحث على سلامة القزداوي. سلامة القزداوي كجناح أيمن. سلامة القزداوي ينتظر في المعاضة والحلول. سلامة القزداوي هاتان البارات لعبد المؤمن جابوا. سلامة القزداوي. سلامة القزداوي زهير الذوادي. العملية الثنائية زهير الذوادي والمخالفة. المخالفة لزهير الذوادي. المخالفة شوف التدخل من شمس الدين الذوادي. والمخالفة لجناح النادي الأفريقي في الدقائق الأخيرة. وبتبع حث على المخالفة ويعرف قيمة الكرة الثابتة من هذه المنطقة أمام المنافس زهير الذوادي. بذكي يتحصل على المخالفة. الفرصة مع استغلال الكرة الثابتة بتبع من الجهة اللي بتبع الرجل اليسرى تقول يا عبد المؤمن جابو. حتى كان مخالفة للترجي أيضا. إمكانية للتسجيل من هذه المسافة مع وجود لاعبين كبار من الفريقين يحسنوا تنفيذ الكرة الثابتة. إذن كرة ثابتة وننتظر التنفيذ من جانب النادي الأفريقي. زهير الذوادي والهدف الثاني. قلت زهير الذوادي باش يسجل الهدف الثاني. واضح أنه من خلال المسافة والرجل اليسرى بإمكانه التسجيل. واضح أنه كرة خطيرة نتاع هدف ثاني. واللي يستغل الكرة الثابتة ويستغل الأخطاء هو اللي سجل هدفين مقابل صفر لصالح النادي الأفريقي بعد مخالفة حصل عليها زهير الذوادي. والحوار مع شمس الدين الذوادي والكرة اليسارية الحاسمة لزهير الذوادي والهدف الثاني. إعادة من جديد كرة في مكانها. فمش كلام على هذا الهدف الثاني بالنسبة لزهير الذوادي وأحسن التنفيذ وفي الزاوية المعاكسة للحارس وسيم نوارة. وقلت الترجي إذا ما تمكنش من التعديل واضح أنه الإفريقي يبحث على الهدف الثاني. وثنائية إلى حد الآن في لقاء الأجوار بالنسبة لمهاجم النادي الإفريقي. ما ثمش مستوى فني كبير لكن ثم استغلال الأخطاء. النادي الإفريقي استغل الأخطاء من جانب الترجي وتمكن من التسجيل في مناسبتين. الكرة الأولى أثر كرة في مناطق الجزاء لزهير الذوادي ثم أثر مخالفة أحسن تنفيذها في الزاوية المعاكسة للحارس وفي مسافة معناها واضحة متاع هدف معناها أسهل من ضربة جزاء. الكرة هذه عادة ما تسجل مع لاعب يحذق التنفيذ. واضح أنه قبل حتى التنفيذ المسافة ذيك تنبأ باهتزاز الشباك. الهجوم متواصل للإفريقي لكن التغطية من حسين الراقد أمام حمزة العقربي. واضح الفريق اللي ما يسجلش يقبل الأهداف من الجهة المقابلة. الترجي ما تمكنش من التسجيل في المقابل. النادي الإفريقي كان ناجع اليوم في هذا اللقاء وبطبع تكتيكيا نجح رغم أن المعطيات كانت مغايرة في الترجي مع إصابة محمد بن منصور مع أيضا اختيارات المدرب اسكندر القصري ودخول نجانج وسام الدراجي بالنسبة للفترة الثانية. أحمد العكيشي كذلك غادر الميدان والنادي الإفريقي استغل هذه الوضعيات وتمكن من تسجيل هدفين بالإضافة إلى أيضا وقوف إلى حد الآن سليم للاعبي النادي الإفريقي. وتكتيكيا تمكن من امتصاص قوة الترجي الرياضي التونسي. واضح أن لقاءات الأجوار تتلعب تكتيكيا تتلعب حسب اختيارات المدربين حسب الوضعيات التكتيكية وحسب الحنكة متاع اللاعبين الموجودين على الميدان. زهير الذوادي كان فترة بعيد على الفورمة وربما المصالحة بالنسبة لي مع جميل الأفريقي من خلال تسجيل اليوم ثنائية في لقاء الأجوار. الكرة الثابتة للترجي الرياضي التونسي في هذه الدقائق الأخيرة. وسام الدراجي والمحاولة من معز عبود لكن بعيدة على المرمى. أمامكم لاعب منتخب الأصغر اللي كان حاضر في كأس العالم بالإمارات العربية المتحدة اللي أيضا دخل في
الجو نتاع فريق الاكاب للترجي الرياضي التونسي كما وسيم النغموشي واضح التفكير ايضا في المستقبل. ان شاء الله الديربي هذا يكون انطلاقه بالنسبه لكره القدم التونسيه اللي بحاجه الى رؤيه اخرى الى افكار اخرى باش ما عادش تكون الخيبات للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم ولكره القدم التونسيه باش ترجع الى كاس العالم. خاطر صعب جدا معناها باش الجماهير التونسيه تقبل الغياب مرتين على كاس العالم، هذا عنده عواقب وخيمه بالنسبه لكره القدم التونسيه. بالطبع يجب الهدوء بالنسبه لهاتان البراتلي وايضا معز عبود. راهي نتيجه الدربي اكيد ماهيش حاسمه وما تحددش مصير الموسم، ما يلزمش المثال نتاع الوضعيات هذه تجي من لاعبين صغار معناها كيما معز عبود وكذلك هاتان البراتلي. نشوفوا معناها شكون الوضعيات هذه وبالطبع ان شاء الله بالطبع شوفوا التدخل بالنسبه لعلاء البوسليمي واكيد اللاعبين الكل يلزم معناها يكونوا يتحلوا بالروح الرياضيه. وبالطبع حمزه العقربي كان مع معز عبود، حمزه العقربي فعلا هو اللي كان مع معز عبود منذ قليل. وبالطبع ما يلزمش معناها مثل هذه التصرفات، ومازالوا لاعبين صغار ومازال عندهم دربيات امامهم في المستقبل، ما يلزمش يتفاعلوا ويردوا الفعل وحتى كان ثم استفزاز وانذار. حمزه العقربي وكذلك معز عبود. اذا بعد ثواني باش ينتهي الوقت القانوني لهذا اللقاء وبطبع معنويات مرتفعة من جانب لاعبي النادي الافريقي والترجي الى حد الان قبل هدفين بالنسبة للافريقي، سبق له باش سجل 5 انتصارات وهزيمة، ترجي 5 انتصارات وتعادل. ذكروا هدفين مقابل هدفين من نجم الساحلي كان منهزم، هدفين مقابل صفر. ايضا السنه الماضيه يوم 15 ديسمبر كان اخر انتصار للافريقي على الترجي، ثم ثلاثه 3 انتصارات للترجي. هاو الافريقي تقريبا قريب من تجديد العهد مع الانتصارات. هذه الاجواء نتاع لقاءات الديربي واكيد المنافسه باش تكون معناها كبيره على لقب الموسم، لقب البطوله. النادي الافريقي هذا ساعي للرجوع الى كاس الابطال، والترجي ايضا يسعى للتدارك والرجوع كأحسن من يكون لكأس الأبطال بالنسبة للموسم المقبل اللي باش يمثل فيه تونس مع النادي الرياضي الصفاقسي. وواضح انه يتلقى الإسعافات الحارس عاطف الدخيلي، وننتظر الوقت البديل بالنسبة للشوط الثاني. إذا الوضعيات متباينة بين الفريقين، أكيد كذلك الهيئة المديرة للترجي ساعية أيضا لإبلاغ الرأي العام بالاختيار نتاع المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، أكيد باش يكون في وقت قريب اسم المدرب الجديد للترجي اللي باش يحضر من خلاله ترجي المغامرة الإفريقية الجديدة والترهان كذلك على البطولة والكأس في تونس. 5 دقائق وقت بديل بالنسبة لهذه المباراة، وضعف النادي الافريقي النتيجة في الدقائق الأخيرة بفضل زهير الذوادي اللي في وضعية تسلل كمل المباراة. زهير الذوادي قلت ثم لاعبين معروفين لاعبي لقاءات ديربي، بعد فترة فراغ رجع للتسجيل، رجع للبروز في لقاءات الديربي. أسامة الدراجي، محمد علي المهذبي ترجع من سيف تقا، والمحاولة الأخيرة من إيهاب المساكني، التصويبة من إيهاب المساكني بعيدة، محاولة من إيهاب المساكني كرته الأخيرة بعيدة على المرمى. إن شاء الله كذلك بالنسبة للقاء الأجوار، لقاء الإياب يدور أمام جماهير الترجي والإفريقي على حد السواء، وتأثرت كرة قدم تونسية أيما تأثر بغياب الجماهير في 3 سنوات الأخيرة،
انعكس سلبا على مردود المنتخب التونسي. أسامة الدراجي، أسامة الدراجي خالد القربي في التغطية، سيف تقاء، عاطفة تخيلي جمش يمسك الكرة بيده، رجعت من سيف تقاء، هتان البراتلي، زهير الذوادي، مراد الهذلي، علاء البوسليمي في تنفيذ التماس للنادي الافريقي. كثرة الإصابات هذه المرة، مراد الهذلي كلب لعب بالنسبة للحكم عادل الصغير، زهير الذوادي، شمس الدين الذوادي. زهير الذوادي إلى حد الآن سجل 4 أهداف في لقاء الدربي. جوزيف يانيك نجانغ، محمد علي اليعقوبي، وشمس الدين الذوادي، وعلاء البوسليمي. والحوار بالطبع ما يلزمش يمر إلى العنف، وأيضا الاحتكاك والاصطدام بين شمس الدين الذوادي وكذلك علاء البوسليمي. بالطبع واضح أنه نتيجة تأثر حتى على تصرفات اللاعبين. الاحتكاك الأخير بين علاء البوسليمي وشمس الدين الذوادي. شفنا أيضا حوار بين حمزة العقربي ومعز عبود، أكيد يمشي حكم عادل الصغير لعلاء البوسليمي. يلزمش حتى المسؤولين معناها يدخلوا الى الميدان، واضح انه الحكم هو يفض كل المشاكل على الميدان. علاء البوسليمي يعالج خارج الميدان. يمشي له الحكم عادل الصغير لشمس الدين الذوادي وينظروا الانذار لشمس الدين الذوادي بعد الحركه الاخيره مع علاء البوسليمي. لازم يكون حاسم الحكم، ما يخليش الاحتكاكات بين اللاعبين، شفناها برشا مرات اليوم في لقاء الاجوار. يلزم تكون قراراته صائبه وحاسمه وعنده معناها الشجاعه الكافيه، وايضا صارم مع اللاعبين. شفنا برشا احتكاكات وبرشا شجار بين لاعبي الفريقين اثناء اللقاء. علاء البوسليمي عكس الهجوم للنادي الافريقي، وتجاوزنا الوقت البديل بالنسبه للشوط الثاني والانتصار السائر لفريق باب جديد امام الترجي الرياضي التونسي في لقاء اجوار جديد بين الفريقين. عبد المؤمن جابو كره طويله عليه والتماس لصالح الترجي ونهايه المباراه بفوز الافريقي هدفين مقابل صفر من ثنائيه لزهير الذوادي، والفرحه لجماهير الافريقي وحظ اوفر للترجي. اكيد مازالوا لقاءات ومازال تشويق بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى. النادي الافريقي ليصبح رصيده 18 نقطه بالنسبه للترتيب و16 من جانب الترجي الرياضي التونسي. واكيد الاضافات الخاصه بالاستوديو التحليلي حول مردود الفريقين والجوانب التكتيكيه والفنيه. وزهير الذوادي مباشرة مع أحمد الصالحي. عبد الرحمن معايا اللاعب اللي تألق اليوم بشكل لافت زهير الذوادي واللي سجل زوز أهداف. زهير عادة ما تألق ضد الترجي واليوم كنت على موعد. لا مش ضد الترجي، ضد الحمد لله في الماتشات الكل الكبار ديما نكون حاضر في مواعيد الكبرى باش نعاون جمعيتي. الدربي سبيسيالمون تعرف عندنا براتيكمون في العام 4 ماتشات باهيين منهم الدربي. دونك لازم الواحد يكون باهي في الماتشات هذوما الكل باش تحسن النيفو نتاعو باش تقدم. الحمد لله كنت حاسم وعون صحابي تروا بقى باهيين باش يخلونا في مرتبه الاولى. صغير شنو صنع الفرق اللي فات النادي الافريقي اليوم؟ هل النادي الافريقي كان افضل اليوم؟ والله كنا افضل صحيح. اللي عمل الفرق بالنسبه لي انا هو لون في، كنا الوالع على الكوره، كنا حاضرين اكثر من سبيرونس، وكنا عاقدين عزم باش نفكوا تروا بوان اللي فاكينهم اليوم. ترى هذه مباراه الانطلاقه بالنسبه للنادي الافريقي باش نراو النادي الافريقي على نفس النيفو هذا؟ والله بالنسبه لنا احنا يعني نحسبوا ماتش بار ماتش، قاعدين نربحوا ماتش، عملنا خساره باركه مع جابس تفادينا جمعه اللي بعد ربحنا، تو ربحنا الدربي نخمو خطوه بالخطوه ان شاء الله ربي يجينا في السويد. يعني فما شويه فوتبول توتال اليوم ولا؟ شويه شويه بدينا نتحسنوا كما قلت لك. مجموعه براتيكمون مش هما ال 11 اللي بداوا الماتش الاول، كل ماتش فما زوز ثلاثه يتبدلوا، لكن الحمد لله بشويه بشويه قاعدين نلقاو في الانسجام. شكرا لك الصحه زهير. عبد الرحمن نحاول نعمل استجوابات اخرين، لكن تو كما ترى النادي الافريقي لاعبيته قاعدين يحتفلوا.
نعطيك الخط عبد الرحمن. شكرا لك احمد. نمشي للاستوديو التحليلي مع محمد علي في انتظار الاستجوابات لاحمد الصالحي. شكرا لك عبد الرحمن. اذا نهايه الدربي عدد 117 بفوز النادي الافريقي، الفوز عدد 27 للنادي الافريقي ضد الترجي الرياضي التونسي في تاريخ مواجهتهم في الدربي في البطوله. ديما الارقام هذه في البطوله. قبل ما نكمل الحديث على الدربي، الف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي، واخيرا الحمد لله يعني النادي الرياضي الصفاقسي يفرح الشعب التونسي ويفرح الرياضه التونسيه، الحمد لله يزينا من الخيبات يزينا من النكبات. النادي الرياضي الصفاقسي حقيقه اليوم لعبيت النادي الرياضي الصفاقسي كانوا ابطال، قبلوا جوز اهداف في 24 دقيقه، يعني ماهوش ساهل، باش كملوا صبروا وشدوا صحيح، وجاء الفرج من هدف راسيه فخر الدين بن يوسف في الدقيقه 85 تقريبا ولا 86، هدف ساوى التتويج بكاس الافريقيه هذه للنادي الرياضي الصفاقسي. الف مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي هذا التتويج. ان شاء الله عندكم حصه خاصه بتتويج النادي الرياضي الصفاقسي وبتتويج النادي الرياضي الصفاقسي بدايه ان شاء الله من الساعه 6:30 تقريبا على الوطنيه الاولى. مره اخرى نعاودوا التباريك للنادي الرياضي الصفاقسي، الف مبروك هذا التتويج. بالنسبه للفائز في مسابقه ال1000 دينار من اهداء التلفزه الوطنيه هو سامي بن سعد من الفحص. مرة أخرى نذكر سامي بن سعد من الفحص هو اللي فاز بألف دينار من أهداء التلفزة الوطنية. سي بسام، قبل المباراة قلت المباراة هذه هي مباراة الذوادي، والذوادي إذا كان يحب يرجع الذوادي نتاع العادة يلزمه اليوم يقدم مباراة كبيرة. كأنه سمعك الذوادي سجل جوج أهداف، الهدف الأول في الشوط الأول والهدف الثاني في الشوط الثاني من مخالفة مباشرة. صحيح، هو الذوادي سبق له قبل، والتألق اللي عمل له اسمه هو مقابلات كبيرة، منها مقابلات للترجي وسجل أهداف حاسمة ضد الترجي الرياضي التونسي، ودوب مرجع من فرنسا شفناه آخر موسم تاعنا والسنة ما هوش الذوادي، يعني مقابلات هم المقابلات اللي يعملوا أجنحة للاعبين ويخليهم يتألقوا. يعطيك صحة سي بسام، نرجع نواصل معك، لكن قبل هذا نرجع مع أحمد صالحي. تفضل أحمد. يعطيك الصحة محمد علي، إلى جنبي محمد علي اليعقوبي وكذلك مراد الهذلي. محمد علي، شنو اللي صنع الفارق في النادي الإفريقي اليوم؟ والله اليوم كلنا روح واحدة، كانت فما إيتا ديسبري باهية برشا. البوانات اللي جبناهم الأطراح اللي فاتوا الحمد لله كونفيرمينا بهم الماتش هذا، وتوا خذينا البريمير بلاس نتاعنا، ومازالوا توا قدامنا مشوار طويل، لازمنا كونفيرمي البريمير بلاس نتاعنا باش النادي الإفريقي يكون متوج السنة إن شاء الله. ترشي للنادي الإفريقي استغل كما يلزم يعني الظرف الصعيب اللي مر به الترجي. والله يا دربي ما نحكيوش على ظرف صعيب في الدربي، دربي ماتش سبيسيال، الحمد لله اليوم عملنا ريزلتا بوزيتيف وفرحنا الجمهور اللي جانا. محمد علي، هل كان الافريقي الافضل اليوم يستحق الانتصار عن جداره؟ والله بالطبيعه، كي تشوف النتيجه وتشوف الروندمون اللي قدمناه اليوم وتشوف ليتا ديسبري نتاع جوالات اليوم تقول النادي الافريقي يستحق الانتصار. شكرا محمد علي. مراد، فاش كان الافريقي خير اليوم الترجي؟ والله اللي حضر في الافريقي اليوم هو للقلب، كنا لعبنا بالقلب، صحيح لي ديزيكيب لعبوا نفس اللعب، لعبوا هما متوسطين ونحن متوسطين، ضر القلب في التيران، ماركينا زوج بونت وحافظنا على النتيجة، ونادي الربح هذا للجمهور، خاطر كي يبدا معك الجمهور كأنك تلعب ب 13 ولا 14 جوار. مراد، ترشي اللي رينا حاجات اليوم الجوار الصغار كيفكم انتوما بصراحة ما تليقش بملاعبية معناتها في مستوى الترجي الأفريقي، كل معناتها قرار نتاع الحكم نقاش في الأخر وليتوا تعاركوا في بعضكم. والله دربي أنت. ستاندر بي افهم البيخ معناها لازم يعني فيه كل شيء، لازم فيه كل شيء، فيه ظرف ومن بعد يوفى الماتش كل شيء نرجو خيين ولاباس. اما اللاعب يجيبوا ربي للجمعيات الزوز اليوم عليه، لعبوا الجمعيات لعبوا اليوم، يعني ترى ديربي في مستوى زوز فرق اليوم. ما نقولش في المستوى، اما لعبوا لي زيكيب لعبوا اليوم. يعطيك الصحة شكرا. تفضل محمد علي. شكرا ليك احمد، شكرا لعبد الرحمن العش ومحمد علي الشريف مخرج المباراة، يعطيكم الصحة الناس الكل على التغطية هذه والصور الجميلة اللي قدمته هنا من ملعب رادس. نرجع معك سي بسام. فيما يخص الشوط الثاني، شفنا انه النادي الافريقي كيف حاول يجاري الشوط نتاعه ويحافظ على النتيجة نتاعه. شفنا اليوم النادي الافريقي كان منظم فوق الميدان، وقلت هذا مهم جدا كي يبدا عندك الدفاع، خط الدفاع نتاعك واللاعبين الارتكاز كانوا منظمين. شفنا النادي الافريقي اللي عمل الفارق هو انه حب الانتصار، شفنا لاعبين حب الانتصار، واكيد انه حب الانتصار هذايا مخزون تجبد من حضور الجماهير الرياضيه نتاع النادي الافريقي،
وهي انا كولد نادي افريقي كنشوف انه جمهور هكا يحضر في رجعه كيف هذيا ويتوج معناتها بانتصار، هذا مهم جدا للفريق لبقيه المشوار، لانه مازال مشوار، مازال مشوار طويل، والنادي الافريقي قاعد يلوج على معناتها تروشيك الفريق، يظهر لي اليوم توصلوا بشيء هذا. ناكد ثم بالنسبه الخط الوسط الهجومي والهجوم نتاع النادي الافريقي، صحيح عندنا زوز لاعبين اللي هو ماهر الحداد اليوم ما كانش في المستوى نتاعو، حتى كي الهذ اللي دخل ما عطاش معناتها على مستوى تركيب الهجمه، وانما اللي رينا الناس اللي عملت الفارق اليوم هم لاعبين الارتكاز، وشفنا زهير الذوادي في اختتام معناتها الهجمه في النجاعه الهجوميه، سلام القزاوي عمل مقابله كبيره بدون لعب بالكره، وهذا قلته من قبل المقابله، لانه خاصه في الضغط على محور الدفاع ما خلاش محور دفاع الترجي يوصل باش يخرج ويعاضد. والفرق الكبير اللي عملوه شبان على الظاهرين، لكن خاصه محور الدفاع محمد علي اليعقوبي اللي بكل صراحه اليوم تالق كبير ياسر محمد علي اليعقوبي، وشفنا الكره اللي كانت نجم تقلب مجرى المقابله من ناحيه النتيجه اللي انفرد بها عكايشي، وشفنا يعني بضخامه مش تاع لاعب ديستركتور وانما تاع لاعب ليبيرو من الطراز الرفيع، كيفاش بعمليه انزلاقيه خرج كره نظيفه وفسخ هدف، وهذا معناتها بطبيعه الحال اعطى اجنحه اخرى للفريق باش عاود تقدم من قدام ودعم النتيجه بتسجيل هدف ثاني، وكان بالامكان ان يسجل هدف ثالث. يعطيك الصحه سي بسام، صراحه سيد علي اليوم ما شفناش ترجي العاده، ترجي اللي يقبل هدف يقدم ويحاول التعديل، ترجي التونسي كانه اليوم دون مخالب، يعني بخلاف التسويبه الراسيه من يانغ اللي تصدى لها حارس النادي الافريقي عاطف التخيلي، ما شفناش محاولات جديه لتعديل النتيجه والا العوده في النتيجه والعوده في المباراه من الترجي التونسي. وصراحه انت من اول الاستوديو نتاعنا وقت شفت التشكيله ذولي ما كنتش موافق برشا اسكندر قاسري، وما كنتش موافق على التغييرات اللي صارت. طبيعه تطور بس مش بد على 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 زهير ذوادي. زهير ذوادي، زهير ذوادي زاد من الملاعبين اللي مضيع فورمته، رغم ذاك اللي تعرفني اعطاه ثقه باش يلعب خاطر الدربي يلزمها ملاعبين بتاع خبره، حتى في مقابله كيف هذه لازم تستعملهم، تستعمل ما تنجمش تو تجي انت في كولوار في 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 في, في الترجي تلعب المباكي اللي هو شونجمون بسيف عليك خاطر مش لاعب دربي اسمه مضروب الدربي مضروب، تلعبه هو المهذب في الكولوار، المباكي ما طلعش حتى تلعب راسك مره واحده مع السونتراج ما طلعش، المهذبي شنو نعمل في 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 شوط كامل، يعني كولوار كامل ما يتزيد، الظروف تلزك باش تطيح افول على اليسار، بالنسبه لي انا ملاعب دروتي يلعب على اليسار سي تان هانديكاب بالنسبه لي انا، الظروف حكم التحليك، اما كتشكيله هجوميه مشكل في التشكيله، بالنسبه لي انا نيانك والدراجي في دربي كيف هكا لازم يكونوا موجودين، من بعد لي شونجمون نجم تتصرف فيهم، خاطر انت المهذب هذايا عنده سرعه نجم تستغله في كورقه من بعد في دوزيام تو، اذا كان فما اسباس باش تستغله باش تستغل السرعه نتاعو تستغله في ظروف اخرى، انا ذو الشونجمون الفورماسيون مش صحيحه، الشونجمون انا حبيت الدراجي ونيانغ يكونوا مع بعضهم يدخلوا مع بعضهم من الشوط الاول، معناتها ما نضيعش ربع ساعه بالنسبه لنيانغ، بعد ربع ساعه دخلوا وبعد وكيفاش تلعب نيانغ والعكاشي مع بعضهم سي احمد سي سيد علي؟ اي دوز اتاكون انت خاص انت دخلت ميتو خاص واحد بشيء يلزمك ترجع، والحاجه الغريبه في الترجي اللي ما فماش رياكسيون حتى رياكسيون، الترجي يقبل هدف يعمل رياكسيون ويسجل ويربح الماتشوات وصارت في برشا مناسبات برشا علاش نزار ما فماش الاسلحه ما فماش بالنسبه للترجي؟ اذا كان باش اسلحه باش تجيب؟ لانه خسر معركه وسط الميدان. الدربي راهو دربي يلزموا ناس خبره، ناس لاعبين برشا دربيات يعرفوا اش معناتها دربي. احنا كيما قلت لك احنا ماناش ننتقدوا في المهذبي اما ماهوش الماتش نتاعو. نجموا نقولوا ادري كوستر ربح اسكندر القصري تكتيكيا مستنسين قوه الترجي التونسي في الاجنحه نتاعها سامح الدربيلي وخليل شمام اللي عاضوا برشا الهجوم، لقاو قدامهم تجابوا زهير ذوادي ما خلاهمش يخرجوا، كيف كيف الخروج بالكره من وسط الدفاع كيف كيف ما لقاش سامح الدربيلي على الاقل يعمل لك 15 20 مونتي في الماتش. هو مش موجود مضروب، خليل شمام كيف كيف، خليل شمام تضرب تخلي اللاكس معناتها الزريلا تيرو ما عادش فما، المباكي ما يطلعش وافول ياكل ويقيس
ما عادش تلومه فول وباكي، باكي ما يطلعش تعليمات ولا ما يطلعش ما نعرفش علاش. اما الخط الهجوم، خط الهجوم تو وقت اللي دخل نيانك، انت وقت اللي ناكد لك انا دفاع النادي الافريقي كي ما شافش نيانك في التشكيله راه فرح، خاطر ملاعبي يوجع تحب ولا ما تحب. شوف وقت اللي دخل في نصف ساعه قداش خدم من الكره وقداش خدم من الكره، وتحس الديفونسيات ما كان عليه، كان حتى كهبط نيونغ وحده هو على دخوله لاعبين الارتكاز مش لاعبين المحور تاع النادي الافريقي، خدمنا اشرف الزيتوني ديريكت موجود الخط الاولاني مش الخط الاخراني. فما حاجه بس ما نعرف ما نفهمش انا تاثير ولا تاثير الراي العام ولا البقر. ذم عندك بسيني بساكني والعكيشي، بساكني والعكيشي هذوما كل ما يقعدوا على البنك ويدخلوا يعملوا الفارق، كل ما يدخل مساكني المكي والعكاشي المكي، علاش نبدل انا؟ علاش ما نخليش نيانغ يلعب في بلا في في في, في بلاصته كيما العاده، دراجي كيف العاده، وبعد نبدل نجي نبدل فورماسيون كيف هكا في في ديربي، النتيجه واضحه. سي بسام، النادي الافريقي الجمهور النادي الافريقي قاعد ينتصر، عامل بدايه موسم من افضل البدايات عنده سنين، ما حققش النتائج هذوما، النادي الافريقي في مرتبه ثانيه اليوم يلقى روحه في مرتبه اولى، والجمهور باقي يحكي ويقول لك نحبوا على الاداء، نحبوا على الاداء جماهير النادي الافريقي، اليوم يظهر لي نتائج اهم برشا من الاداء. حكينا قبل المقابله، قلنا وانه الفرق الزوز مازالوا ما لقاوش الريتم دو كروزير نتاعهم، وقلنا علاش؟ اول حاجه ثم تقطعات في البطوله، ما لعبوش ثلاثه مقابلات على بعض. الحاجه الثانيه قلنا وانه حتى المقابلات اللي لعبوهم كما قلت لك النادي الافريقي لعب في جابس، بون لعب وشفنا ارضيه الميدان، لعب في قصر الهلال وشفنا ارضيه الميدان، ما تنجمش تطالب فريق باش يكون الهجمه ولا يوري يفرج ويقدم لعب جميل. اليوم يظهر لي حتى قبل المقابله قلنا وحدنا في الكواليس، يظهر لي اليوم قلت انت يظهر لي قلت انه اليوم ما ثم حتى حجه باش نزوز ما يلعبوش لعب به، وانه ميدان كل شيء متوفر، الجمهور زاد وجوده لاول مره اليوم تواجد جمهور النادي الافريقي يحضر للاعبين، واكيد انه شفنا الجرينتا عند ملاعبيه وشفنا انه ملاعبيه خرجوا من المخزون نتاعهم على اخر دقيقه. اي من هوني يظهر لي سي بسام ما نظلموش الترجي، لانه وقت اللي تلقى النادي الافريقي عنده 15000 جمهور صحيح وراه يدزوا الفريق، وقت اللي يطيح الترجي ما عندوش جمهور اكيد هذا عامل مؤثر في المباراه. احنا نحكيو على التاثيرات المؤثرات، مؤثرات ماشي كيف هذا تواجد جمهور، كان جمهور النادي الافريقي زاد عنده الدعم، وهذا شفناه قلنا شفناه على اللاعبين الكل من الحارس مرمى الى 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 الى, إلى المهاجم، عند الولاد الصغار عند الولاد الكبار الكل مقدموا معناتها المردود. يظهر لي قلت لك المقابله نتاع اليوم ماهيش مقابله تقديم لعب جميل، ولو انه النادي الافريقي قلت لك كان معناتها نقول 70% من الفريق خاصه خط الدفاع ولاعبين الارتكاز، وهذا مهم جدا في فريق في بناء فريق، كان اداؤه سليم وسليم جدا، تحسين خط الهجوم ولاعبين معناتها نتاع الهجوم هو اللي باش يزيد بعد بالمقابلات وبالريتم نسق يلقاو روح. سيد علي في 20 ثانيه بسرعه، اليوم الترجي هل اولويته انتداب مدرب باش على الاقل من الناحيه الذهنيه الملاعبيه يعرفوا رواحهم شكون المدرب اللي باش يوصلوا معاه، مش يتدربوا عند مدرب عارفينه باش يمشي، والا باش يعزز الرصيد البشري نتاعه؟ يلزم الترجي، الترجي عنده مشكله في العوام الاخرى، فما برشا تغييرات في المدربين، معناتها كي تجي تحسب برشا تغييرات من فوزي البنزرتي، من كابرال، من كنزاري، من يوسف الزواوي، من معناتها في خمس سنين جبت كي تسميهم معلول رجع معلول مرتين، كنزاري مرتين، كابرال مرتين، معناتها تحسبهم كل واحد برشا تغييرات في خمس سنين ولا ست سنين برشا تسمى. الترجي يلزمها مدرب كبير وتعطيه وقت، تاخذ وقتك في اختيار المدرب، تعرف شنو خذيت وتعطيه وقت. والرصيد البشري في حاجه لتدعيم في الترجي ولا يسد عليه حاجه اكيد. الترجي ناقص انتدابات. شوف سامحني بسرعه الاستمراريه هي فرصه باش نزيدوا نعاودوا نكرروا تهانينا لنادر الصفاقسي اللي نورنا الكل تونس، واحنا في امس الحاجه لهذه باش نشوفوا. شفنا جماهير في رادس اليوم فرحانه، لكن نتصور ان الجمهور التونسي الكل اليوم فرحان، والناس الكل جامعه وزاره الناس الكل فرحانه ان باش ترجع لنا الفرحه معناتها للعائله الكل. يعطيك الصحه سي بسام، شكرا لك على حضورك معنا اليوم. سيد علي شكرا لك على حضورك وتلبيتك الدعوه، الف مبروك مره اخرى للنادي الرياضي الصفاقسي تتويجه بالكاس الافريقيه، مبروك النادي الافريقي فوزه بالديربي اليوم، حظ اوفر ان شاء الله للترجي الرياضي التونسي في بقيه مشوار البطوله. نذكركم اللي بدايه ان شاء الله من الساعه 6:30 تقريبا عندكم موعد مع حصه استثنائيه باش نواكبوا فيها فرحه النادي الرياضي الصفاقسي
بفوزه بالكاس الافريقيه. مبروك مره اخرى نادي الصفاقسي، شكرا لكم انتم مشاهدين على متابعتكم لنا، ان شاء الله نكون وفقنا في تقديم تغطيه ممتازه للدربي، ترقى الى مستوى تطلعاتكم. شكرا للمخرج البرنامج سي فتحي البوغانمي، رمزي الهمامي، نقول لكم دمتم اوفياء للتجربه الوطنيه الاولى، صباح الخير.